بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة السادسة من محاضرات الـ Document Information Management Course، النهاردة 18 جون 2022. إحنا لسه في مديول نمبر 1. إحنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، عملنا ديسكشن في أول المحاضرة كده عن الحاجات اللي إحنا أخدناها في الأيزو، عن الستاندر بتاعت الأيزو. كنا قلنا إن إحنا هنختار 5 من المشاركين في الديسكشن دي، اكتر 5 كان اجاباتهم صحيحه في الوقت كانت الاصح والاسرع في المناقشات بتاعتنا. وكانت النتيجه زي ما اعلناها على الجروب كده ان استاذ الشاذلي، استاذ محمد ابو سنينه او سنينه سنين، استاذ محمد طه، واستاذ ايهاب نيازي، واستاذ عبد العليم. 5 دول كانوا أكتر ناس شاركت معانا إجابات صحيحة في الوقت بتاعها، وكانوا هم أكتر ناس تشاركوا وتفاعلوا معانا في الديسكشن بتاعنا. تمام، فإحنا قلنا إن إحنا هنختار من كل محاضرة 5 شاركوا معانا بفعالية كويسة. المرة دي إحنا مش هيبقى فيه عندنا ديسكشن، لأن إحنا عندنا assignment المرة اللي فاتت. تمام، الassignment كان عبارة عن إيه؟ الassignment كان عبارة إن إحنا بنقول محتاجين internal process map for any document procedures تكون مشتملة لتلات حاجات: ال process steps وال responsibilities وال time frame. إحنا ليه طلبنا ده من قبل ما نشرحه أو قبل ما أعلمكم إزاي المفروض حاجة زي كده تتعمل؟ أولاً السببين. أول حاجة، أنا لو كنت شرحتها direct كده من غير ما حضرتك تبذل فيها أي مجهود أو تحاول تفكر إن إنت إزاي تعمل process map، كانت ممكن تتنسي. إنما لو حضرتك فكرت إن أنت تعملها بإيدك وتغلط وصلح لك وبعد كده تشوف الصح بتاعها بيتعمل إزاي، أنت كده طالما عملتها بإيدك عمرك ما هتنساها في حياتك. دي إحنا ممكن نستفيد بيها as document controls في حاجتين. أول حاجة، لما بيجي لك لما أنت بتبقى داخل شركة جديدة ومحتاج إن أنت تعمل سيستم وتعمل procedures عندك في الشركة. لو انت بتعمل سيستم جديد وانت ما عندكش القدره ان انت ترسم بروسيس ماب لكل الستبس او كل الاجراءات الموجوده عندك في الشركه از دوكيمنت كنترول، هيبقى عندك مشكله. انت مش هتعرف تعبر بالورقه والقلم ازاي الدوكيمنتس دي بتروح فين وبتيجي منين ومين اللي مسؤول والتايم فريم بتاعها ازاي. فدي حاجه مهمه جدا، ان انت بتعمل السيستم لاي دوكيمنت سيستم تبقى انت عارف تترسم ازاي وتتعامل معاها ازاي. ادي كده واحد. رقم 2، لو حضرتك بتعمل orientation لأي حد داخل الجروب معاك أو داخل الشركة جديد، في السيكونس بتاع الدوكيمنتس ماشي عندك إزاي، هيبقى أسهل له إن أنت تشرح له عن طريق البروسيس ماب دي، عشان يبقى هو فاهم الدنيا ماشية معاه إزاي، الحاجة بتيجي من فين وبتروح فين. فدي الحاجتين أنت ممكن تستعمل فيهم البروسيس ماب. طبعا بالنسبة للأسايمنت، يعني العدد اللي كان مشارك معانا في المحاضرة اللي فاتت لا يقارن بالناس اللي حلت الأسايمنت وبعتته. تمام؟ احنا كان عندنا الناس كانت اللي بعتها الأسايمنت كان 3 أنواع. حد كان ما كانش فاهم الأسايمنت كويس وبعته وأنا بعت له تعديل واتفق معانا إن هو فاهم خلاص التعديلات المطلوبة، يعني هو كان فاهم إن هو كان بشكل معين بس أنا لما عدلته هو خلاص صلحه بالشكل المظبوط وبعته. في ناس كانت فاهمة البروسيس ماب من أولها من ساعة ما شرحناها في المحاضرة وبالتالي عملتها بطريقة صحيحة ودي خدت أبروفد من أول مرة. في ناس بعتت حاجات ملهاش أي علاقة بالبروسيس ماب، لإما هما جايبين دوكيمنت من في البروجكت عندهم أو إن هما جايبين انسبكشن مثلا ورسمين عليه حاجة ملهاش علاقة بالموضوع تماما، أو إن هما جايبين ورقة على اعتبار إن إحنا ممكن مش هنراجع الأسايمنت ده فهم مقدمين أي حاجة في الأسايمنت فيعني حاولوا يا جماعة تبذلوا معانا مجهود شوية في القصة دي، إن إحنا بنبذل معاكم مجهود في الكورس إذا كنت أنا أو إذا كان الناس اللي قائمين على الأكاديمية. فإحنا بنحاول إن إحنا نخلي الدنيا سهلة ما بيننا. فحاول حضرتك كمان ما تضيعش وقتنا في إن أنا أفتح لينك وإن أنا أبتدي أراجع حاجة وفي الآخر ألاقي حضرتك بعت حاجة مالهاش علاقة بالموضوع، على اعتبار إن أنت بس كده تبقى أنت مليت حاجة في الأسايمنت. احنا كل ايميل بيوصل لنا وكل حاجه بتترفع على الدرايف لازم هنشوفها. فابتداء من الاساينمنت اللي جاي، لو لقينا حاجه نوت ريليتد للقصه دي او حد كسل ان هو يكمل السبجكت بتاع الموضوع او بعت ورقه فاضيه او اي حاجه زي كده، معلش احنا اسفين هنمنعه بعد كده احنا ان هو يكمل الاساينمنت معانا. يعني انت مش عاوز تبعت الاساينمنت ما عنديش مشكله ما تبعتهوش،
بس ما تضيعش وقتنا في ان احنا نحاول ان احنا ندخله في اللينك وننزل اللينك وبعد كده نكتشف ان حضرتك بعت حاجه ملهاش علاقه بالموضوع. فيا ريت معلش نبقى مشكورين بس نلتزم بالاساينمنت دي، لان دي هتفيدنا كتير جدا في الدرجات النهائيه بتاعه الشهاده، لان الشهاده زي ما استاذ احمد كان قايل لكم الريفرنس بتاعها مش هيبقى الحضور بس، الريفرنس هيبقى الحضور والاساينمنت اللي بتتعمل ديورنج الكورس والامتحان الاخير بتاع الكورس هيبقى فيه نسبه برضه منه. فاحنا نحاول بس نلتزم في القصه دي علشان انت وانت بتحل ده هيفيدك في حياتك العمليه. الحاجه لما تعملها بايدك واحنا نشوفها ونصلحها لحضرتك هيبقى احسن بكتير ما انت بتاخدها بتحفظها وعارف ان هي بتبقى بالشكل ده. تمام ماشي، دي بس كانت نقطه مهمه بس كنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها. طيب احنا كان في حاجه كنت بعتها لكم على الجروب كده بنتكلم فيها، ان يعني في اي بروسيس ماب ليها شويه سامبلز كده بنتعامل بيها. اول حاجه العلامه دي بتبقى علامه الستار اللي هو الشكل البيضاوي ده بتبقى في اول علامه في البدايه بتاعت البروسيس وفي نهايتها تبقى دايما الشكل البيضاوي ده. الشكل المربع ده بيبقى انستراكشن او اكشن او بروسيس. تمام، الشكل البيضاوي ده بيدل عن ان احنا هنا المفروض ان احنا ناخد قرار، ناخد ديزيجن، لا اما بيبقى بيس بنكمل البروسيس، لا اما بيبقى بنو وبنرجع ان احنا نعمل فيدباك تاني، نرجع لجزء من البروسيس تاني. تمام، هنبتدي دلوقتي نحاول ان احنا نشوف بقى الاساينمنت كان بيتحل ازاي بالظبط. طيب احنا هنا بنحاول ان احنا نوضح او نشرح البروسيس بتاعت الريسيفنج دوكيومنتس بروسيجرز. طيب احنا دلوقتي قلنا اول حاجه على الشمال هنا بنتكلم عن responsibilities، المسؤول عن التاسك دي او الناس المشاركه في البروسيس دي. تمام، وعلى اليمين هنا عندنا التايم فريم بتاخد وقت مننا قد ايه. اول حاجه بدانا بالبريبريشن، التحضير للدوكيومنتس. التحضير بتاع الدوكيومنتس ده بيبقى مع الدوكيومنت كنترول بتاع احنا، لو احنا اعتبرنا نفسنا ان احنا از ا كونسلتنت ا دي سي اوف كونسلتنت، فانا بعتبر ان انا بس البروسيس عندي بتبتدي من اول ريسيفد سبميتد. البريبريشن ده بيبقى عند الكونتراكتور دي سي مش عندي انا، فوانس ان هو عمل لها بريبريشن بيبتدي يبعتها لي، فانا ابتدي بقى ان انا ايه هعمل الاجراءات بتاعتها. اول اجراء باخده ان انا ببتدي اعمل عليه اول حاجه كواليتي تشيك. كواليتي تشيك زي ما احنا قلنا المحاضره اللي فاتت ان احنا بنتشيك على الديت، على السيكونس نمبر، على الريفيجن، على الريليتد تايتل، على الاتاتشمنت، واذا كانت الترانسميتل ده او الدوكيومنتس دي سايند ولا لا، ستامبد ولا لا، وكمان بنراجع الكونتنت بتاع الدوكيومنتس دي. الكونتنت بتاع الدوكيومنتس لو هي تمام بنقول ان هي دي خلاص كده ان دي اوكي وبتبتدي تاخد الستاب اللي بعدها. تمام، لو هي نو بنرجع تاني، لو هي فيها اي مشكله في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي بنبتدي ان احنا نرجعها تاني للكونتراكتور دي سي علشان يبتدي يعدل الكومنتس بتاعتنا وبعدين يبتدي يبعتها لنا تاني. هناخد برضو نفس البروسيس دي لحد ما نوصل وهي بقت اوكي. وانس ان هي بتبقى خلاص بالنسبه لي اوكي هي كده خلاص، ببتدي ان انا اختمها بختم الريسيف ده عندي علشان ابتدي ان انا اخد الاجراءات الداخليه اللي انا هعملها. اول حاجه بختمها بختم الريسيف وبعدين بختمها بختم الديستريبيوشن. الريسيف ده عشان اثبت ان انا استلمت الحاجه دي في الديت ده وفي التايم ده. اتنين الديستريبيوشن عشان ابعتها للكونسيرف بيرسون عشان يبتدي ياخد الاكشن از تكنيكال فيه. تمام، فوانس خلاص ان انا عملت لها ريسيف ببتدي ابعتها للبروجكت مانجر هنا علشان يعمل لها ديستريبيوشن. طبعا موضوع الديستريبيوشن ده ديبندز على كل شركه هي بتمشي ازاي. هل حضرتك كدوكيمنت كنترول متفق مع البروجكت مانجر ان انت هتبعت له كل الدوكيمنتس هو يعمل لها ديستريبيوشن من عنده، ولا هل انت عندك ديستريبيوشن ماتريكس انت ماشي عليها وهتمشي عليها لحد اخر المشروع؟ فده الديبنس. انا بالنسبه لي انا بدخل كل حاجه عندي في السامبل دي، بدخل كل حاجه عندي للبروجكت مانجر او للديبتي علشان ياخد فيها الاكشن دي هتتوزع على مين. وانس ان هو ده الديستريبيوشن ده ادى الختم ده ملا خلاص الكونسيرن بيرسون قال لي هو مين الكونسيرن بيرسون، ببتدي ان انا اعمل لها ديستريبيوشن فعليا. اوكي، ببتدي بقى ان انا اوزعها على مين، ابتدي ان انا اعمل منها كوبيز كنترول كوبيز زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت ان احنا لازم نختمها ختم كنترول كوبي علشان ابقى متاكد ان هي دي هي نفس الكوبي اللي انا اديتها للمهندس او الشخص اللي هيشتغل عليها. تمام، وابتدي بعد كده ان انا اوزعها على الكونسيرن انجينيرز او الناس اللي هتاخد التكنيكال اكشن فيها. اوكي، في نفس الوقت اللي انا بعمل ديستريبيوشن ليها ببتدي ان انا اعمل لها ريجستر، ببتدي ان انا اعمل لها سكان، اعمل لها ادخلها السيستم عندي علشان اتاكد ان الدوكيومنتس دي بقت ريكورد عندي
علشان بعد كده اقدر اعمل لها فولو اب مع الريجستر اللي عندي، واعمل لها فولو اب مع المهندس السبام. ان انا لو ما بعملش ريجستر عندي، كل الدوكيومنتس اللي هتبقى موجوده اللي انا عملت لها ديستريبيوشن مش هيبقى عندي ريكورد بيها، فهعرف من فين هي اتاخرت عنده ولا جات لي امتى. طيب بتبتدي بعد كده نبعتها للتكنيكال ريفيو او التكنيكال اوفيس. تمام، التكنيكال ريفيور ده اللي هو المفروض التكنيكال اوفيس اللي هياخد الاكشن فيها. لو افترضنا ان هي ما طلعتش في ميعادها، هي المفروض هنا بقى المفروض ان كل البروسيس دي من ساعه ما بدات، من اول ما انا استلمت الدوكيومنتس، من اول ريسيفد سبميت هنا لحد ما عملت لها ديستريبيوشن، دي ما تتعداش 8 ساعات عمل، او بمعنى اصح 1 وركينج داي. يعني انا استلمت الحاجه دي النهارده، ما ينفعش تقعد معايا لبعد بكره. هي كبيري بكره الصبح تكون موجوده على مكتب المهندس اللي المفروض هياخد فيها الاكشن، عشان ما ينفعش تقعد عندي 3 4 ايام وتقعد هو عنده كمان 14 يوم، يبقى انا كده عديت الفتره اللي المفروض المتفق عليها تعاقديا. تمام، نيجي بعد كده وديناها عند التكنيكال اوفيس. التكنيكال اوفيس لو طلعها في ميعادها هنبتدي ناخد البروسيس. طب لو ما طلعهاش في ميعادها، لو عدى عليها ال 14 يوم اللي هم الفتره التعاقديه اللي المفروض هو يطلع يريفيو فيها الدوكيومنتس دي، هبتدي ابعت له ريمايندر. خلاص هنا لما اتاكدت ان هي كده بقت ديليز او قبل ميعاد استلمها بيومين مثلا، ابتدي ان انا ابعت له ريمايندر علشان يطلع الدوكيومنتس دي في ميعادها. طيب هو عمل لها سبمشن من عنده وبعتها لي انا، هرجع انا تاني اعمل لها كواليتي تشيك علشان اتاكد ان هو كتب الكومنتس بتاعته في مكانها، ان هو ادى الاكشن كود بتاعتها، ان الدوكيومنتس دي ممضيه وتمام ما فيهاش اي مشاكل، كتب عليها التاريخ وكتب عليها الامضاء، وكل الكونتنت اللي انا بعته له جالي سليم زي ما هو، نفس الكنترول كوبي اللي انا اديته. تمام، لو التشيك ده تمام خلاص انا عملت الكواليتي تشيك واوكي كده تمام، دي طبعا هنا دي الريسبونسبيلتي بتاعت الدي سي. خلاص بترجع تاني اروح اوديها لمين؟ للبروجكت مانجر عشان يعمل لها اوثرايزيشن، عشان يعمل لها ابروفل، عشان يوافق عليها واقدر ان انا اعمل لها سبمشن بعد كده للمقاول تاني. طيب لو البي ام ما عندوش مشكله في الدوكيومنتس دي وعمل لها اوثرايزيشن مضى عليها وهي خلاص تمام زي الفل، هتبتدي تاخد الستبس بتاعتها. تمام، طب فرضا هي ما توافقش عليها وحصل فيها مشكله، او الكومنتس الموجوده مش مقتنع بيها، او هو عاوز تعديل او عاوز اضافه او اي حاجه، هيبتدي يرجعها تاني للتكنيكال اوفيس عشان يريفيو تاني الدوكيومنتس دي، او يعمل الكومنتس البي ام محتاجها دي، وبعدين يرجعها تاني اعمل عليها كواليتي تشيك وبعدين اطلعها. تمام، طيب افترضنا ان الدوكيومنتس دي خلاص تمام وما فيهاش اي مشاكل وخلاص البي ام موافق عليها، ابتدي ان انا اعمل لها سبمشن. بعمل لها سبمشن ازاي؟ ببتدي ان انا اعمل لها كوبيز. الاول ان انا احضر الكوبي اللي انا هستلم عليها، ان انا هيستلم عليها المقاول، وابتدي ان انا ابعتها له عشان هو يختم لي ختم الريسيف بتاع الكوبي اللي هو استلمها. انا كده بالنسبه لي الايشو كده اتقفلت، انا كده خلاص اخدت الدوكيومنتس وزعتها على التكنيكال اوفيس عندي، وزعتها الاول على البي ام عمل لها ديستريبيوشن، وبعد كده اخدتها منه وزعتها على التكنيكال اوفيس، وبعد كده اخدتها من التكنيكال اوفيس وديتها للكونتراكتور. المفروض انا كده التاسك بتاعتي خلص؟ لا، كده التاسك بتاعتك لسه ما خلصتش، لان التاسك بتاعتك بتخلص لما الورقه دي ترجع مكانها، لما خلاص الورقه دي تعمل لها فايلنج وخلاص. ببتدي تاني اعمل لها ديستريبيوشن داخليا تاني. ليه؟ لان الدوكيومنتس دي لما المهندس بتاع التكنيكال اوفيس ده يجي يسال عليها تاني، المفروض يبقى هو عارف طلعت امتى بكومنتات ايه للكونتراكتور. فانا لازم يكون في طريقه اعلن بيها التكنيكال اوفيس ان هو الدوكيومنتس دي طلعت بالشكل الفلاني. تمام، ممكن تكون عن طريق الايميل، ممكن تكون عن طريق كفر لتر، ممكن تكون عن طريق ان انا بقول له ان الحاجه طلعت وموجوده النهارده في الديت بتاع النهارده في الدرايف الفلاني مثلا. تمام، بس لازم اعرفه، لازم اعمل لها ديستريبيوشن داخلي تاني مع التكنيكال اوفيس. تمام، في نفس الوقت اللي بعمل لها ديستريبيوشن هنا، ببتدي ان انا اعمل لها ايه، ريجستر هنا تاني عشان اقفل الدوكيومنتس دي، ان دي طلعت لي بالوقت الفلاني، راحت للكونتراكتور بالميعاد الفلاني. تمام، خلاص بعد ما بعمل لها ريجستر ببتدي ان انا اعمل لها فايل. الفتره ما بين ان الدوكيومنتس خلاص راحت، يعني ما بين ان انا عملت لها، ما بين ان انا استلمتها من التكنيكال اوفيس لحد ما عملت لها سبمشن، برده مش المفروض ان هي تتعدى اليوم الواحد، 1 وركينج داي، او الثمان ساعات اللي احنا بنشتغل فيهم. اللي ما ينفعش دوكيومنتس عند الدوكيومنت كنترول تفضل قاعده عنده من اكتر من يوم، حتى لو هي في عندك اكتر من بروسس بتعملها، لازم برضو تخلص في نفس اليوم.
واخيرا الديستريبيوشن والفايلنج، الديستريبيوشن الانترنالي والفايلنج دي حاجه بتبقى راجعه ليك انت، بتقدر تعمل فايلنج ديلي او بتقدر تعمل فايلنج ويكلي، سواء احسن لك ان انت تعمل فايلنج دي باي دي علشان ما يتكونش عليك حاجات كتير، بس بيجي عليك وقت انت ما بتقدرش تعمل ده، فممكن تاجله لحد اخر الاسبوع مثلا. بس برضو المفروض ان ده لو في بروسيس ماب برضو لا يتعدى الوان وركينج دي، ده برضو بيبقى مسؤوليه الدوكيمنت كنترول. فهي دي البروسيس اللي المفروض حضرتك تبقى ترسمها لو انت بحاول ان انت توضح ان في اجراء انت بتاخده على دوكيمنتس او اجراء انت بتتعامل بيه في المشروع. تمام، وضحت كده ولا في اي سؤال في الجزئيه دي؟ يا جماعة حد عنده أي سؤال في الجزئية دي؟ تمام. خلينا نرجع بقى تاني للمحاضرة بتاعتنا. طيب ده جزء بتاع الاساينمنت وده جزء اللي احنا عملناه. طبعا في ناس كتير بعتت لي الاساينمنت مظبوطه بالظبط، وانا بعت لهم الناس اللي كانت متوافق الاساينمنت بتاعهم، بعت لهم كتبت لهم ان هو ابروفد. الناس اللي كان عندهم مشكله في الاساينمنت احنا تواصلنا معاهم بيرسونالي، المفروض ان هم عدلوه يعني ان شاء الله. احنا النهارده هنكمل سيشن نمبر 6 برضو في لسه في الستاندرد. احنا كنا خلصنا المرة اللي فاتت تشيكين دوكيمنتس، واتكلمنا ان احنا بنراجع الدوكيمنتس ازاي. حد فاكر؟ حاضر، هبعت لك يا استاذ محمد الملف ده ان شاء الله بعد المحاضرة. حد فاكر التشيكين دوكيمنتس كان البروسيس دي كنا بنشتغل فيها ازاي؟ يعني كنا بنراجع على ايه؟ كواليتي تشيك، تمام، الريف والديت، السيكونس مش الرقم، الريفرنس التواريخ بالظبط، الاختام، الستامب، الكونتنت، السيريال، الكودينج. تمام، الاتاتشمنتس بالظبط كده، بالظبط. دي كانت اول بروسيس احنا بنعملها او اول اجراء احنا بنعمله از دوكيمنت كنترول في اي دوكيمنتس احنا بنستلمها. اول حاجه لازم نتشكل ان الدوكيمنت دي تمام، شغاله كويس، انا عارفه اقراها، الاتاتشمنت كلها مقريه عشان لما اعمل لها سكان تبقى دوكيمنتس عندي مقريه ومفهومه ولا لا. اتاكد ان هما كل حاجه هو كاتبها لي في الكونتنت بره او في الكفر سبميت، الكفر ترانسميتال بره تكون هي كلها ليها ريفير جوه. تمام، فده طبعا مهم جدا ان احنا نتاكد منه. تاني اجراء احنا بناخده as a document control هو ال document register. ال document register ده تاني اجراء احنا بناخده عندنا في اي حاجه احنا بنعملها في ال document control. فيا ترى ايه هو ال document register؟ احنا طبعا قلنا اي process احنا هناخدها لازم اول حاجه نعمل define لل process، لازم نعرف ال process دي ونقول ايه هي اركانها واحنا بنستعملها ليه ومين الناس المسؤوله ان هي تعملها. ده اللي الايزو بيطلبه في كل بروسيس حضرتك بتعملها او في كل حاجه انت بتشتغل عليها في الكواليتي سيستم، علشان يبقى سهل عليك ان حضرتك لما تمشي من المكان او لما حد يجي يشتغل معاك يبقى سهل ان هو عارف هو بيعمل ده ليه وبيعمله امتى وبيعمله ومين اللي بيعمله ومين المسؤوليات، عشان ما يقعدش تعيد من الاول او انت كل حد داخل تقعد تشرح له. كواليتي مانيوال بيبقى شارح كل الحاجات دي. فاول حاجه بنتكلم هنا عن الديفاين بروسيس. اول حاجه ايه هو الديفينيشن بتاع الريجستر؟ الريجستر ده هو عباره عن قائمه بجميع المستندات الموجوده في المشروع احنا بنستلمها او بنسلمها. عاده ما بتكون المستندات دي بتكون عباره عن رسومات، اجراءات، نماذج، مواصفات، اي حاجه احنا بنستلمها او بنسلمها في البروجكت لازم يكون لها ريجستر علشان يبقى سهل ان احنا نعمل لها تراك، علشان يبقى سهل ان احنا نعرف نتعامل مع الدوكيمنتس دي. طيب ايه فايده ان انا يبقى عندي ريجستر من الدوكيمنتس دي؟ يعني انا بس كان الحاجه ايه فايده ان انا يبقى عندي شيت اكسل او اكسس او اي نوع من انواع الشيتس اللي تبين لي التراك بتاع الدوكيمنتس دي؟ انت عنده فكره؟
تراكنج تمام. ايه كمان غير التراكنج؟ السورتنج. السؤال ايه فايدة ان انا يبقى عندي ريجستر او ان انا بعمل ريجستر للدوكيومنتس الموجودة عندي؟ نوت دوبليكيتد. النوت دوبليكيتد ده في السيريال يا استاذ ايهاب، ان انا ما يبقاش عندي حاجه دوبليكيشن دي وانا بديها سيكونس، وانا بديها سيكونس نمبر. الريفرش وصلت الوصول للداتا، التراكنج، الكنترولنج ارجعها بصوره برافو، ريبورتنج، الليسن ليرنرز، التوثيق تبقى كل حاجه واضحه لاي حد بالظبط، التتبع وصلت الرجوع ليها في اي وقت، الارشفه، التوثيق والمتابعه، الاركايفنج. لو حصل تلف، هو لو حصل تلف للملفات هي مش هتنفعنا في حاجة، بس هي هينفع حضرتك لو انت بتعمل باك اب من الداتا دي في مكان تاني. تمام. الريفرنس نمبر صح يا استاذ ايهاب، الريفرنس نمبر اوف دوكيومنتس ريسيفد ان دوبليكيشن. تمام. طيب احنا ايه الكونتنت بتاعت اي ريجستر؟ اي ريجستر عشان نبتدي ممكن يبقى هو يكون في معلومات كتيره جدا، ممكن يكون في معلومات بسيطه. في مينيمم عندنا للتعامل مع اي ريجستر، اول حاجه لازم يكون في دوكيمنت نمبر، ده شيء طبيعي ان انا يبقى لازم يبقى عندي الدوكيمنت نمبر بتاع الدوكيمنتس اللي انا حطها. تاني حاجه الدوكيمنت تايتل، السبجكت بتاعها مهم جدا ان هو يبقى موجود بالكامل، عشان انا لو بعمل سيرش على اي دوكيومنتس تبقى موجوده ابقى اعرف اوصل، لان ممكن بكلمه انا اعرف اوصل لكل الكرايتيريا اللي انا بدور فيها. ثالث حاجه الريفيجن نمبر، ضروري اصلا وظيفه الريجستر ان هو يعرفك انت شغال على انهي ريجستر، على انهي سوري على انهي اصدار، ان الاصدار الصحيح الريفيجن نمبر بتاعك اللي انت شغال عليه هو انهي اصدار، لان من غير ده انت ممكن مثلا يبقى عندك مثلا حضرتك شغال على ريفيجن 3 او الشركه كلها شغاله على ريفيجن 3 وهم مش شايفين قدامهم على السيرفر الا ريفيجن 2، هيعرفوا فين ان احنا جالنا ريفيجن 3 وان ده هو المفروض اللي احنا هنشتغل بيه. رابع حاجه الايدنتيفيكيشن اوف ذا سندر، لازم يبقى مكتوب الاسم اللي بعت الدوكيومنتس دي. طب تفتكروا احنا ممكن اسم الدوكيومنتس ده او اسم الراسل او اسم الشركه اللي بعت لنا الدوكيومنتس دي ممكن تفيدنا في ايه؟ يعني انا اكتب الدوكيومنت نمبر ماشي، الدوكيومنت تايتل اوكي، الريفيجن نمبر ماشي، انما اكتب ليه اسم الراسل؟ لا مش الاوثورايزيشن، انا دلوقتي بكتب لو انا عندي مثلا كونتراكتور اذا كان مثلا اوراسكو، فانا بكتب ان الدوكيومنتس دي هي من اوراسكو، ايه اللي ممكن يفيدني في الريجستر في ده؟ ممكن الريسبنسر الفلتر. برافو. انا ممكن اتعامل مع اكتر من كونتراكتور في مكان واحد، ممكن اكون بتعامل مع اكتر من كونسلتنت، انا ممكن اكون انا كمشروع واحد شغال مع اكتر من كونسلتنت. طب انا كل كونسلتنت هعمل له شيت اكسل لوحده واكتب ان هو دي الداتا بتاعته؟ طب فرضا انا عاوزه دلوقتي اطلع البيندنج ايشوز مع كل كونسلتنت، عاوز اطلع مثلا ريبورت لحد النهارده لمده مثلا من اول ما بدا المشروع لحد دلوقتي بحجم الاعمال اللي انا عملتها كله. بالظبط زي ما حضرتك بتتعامل مع اتنين استشاري، فانا ممكن اكون بتعامل مع اكتر من استشاري واكتر من مقاول في مشروع واحد. طب انا هقدر اجمع كل الكم ده كله من فين؟ فبالتالي ببتدي ان انا احط اللي بيرسل الراسل الدوكيومنتس دي علشان لما يجي اطلع ريبورت ابقى عارفه ان الريبورت ده بكل الداتا، اقدر ان انا افلتر واعرف ان دي والله دي الحاجات اللي بعتها المقاول الفلاني، دي الدوكيومنتس اللي واقفه عند الكونسلتنت الفلاني اللي لسه ما اتعملهاش سبمشن. تمام. لو بنتعامل مع المالك والمقاول والاستشاري في نفس المشروع بالظبط، بس احنا بنتكلم على الحاجات التكنيكال. المفروض ان حضرتك لو حضرتك استشاري فانت بتتعامل مع المقاول بس، او لو حضرتك مقاول بتتعامل مع استشاري واحد بس. بس وارد مثلا الناس اللي شغالين مع الكلاينت مثلا وهم بيشتغلوا مع اكتر من مقاول واكتر من استشاري، فبالتالي لازم ان هم يعرفوا الراسل للدوكيومنتس ده مين عشان يسهل عليهم في الريبورتات النهائيه. بعد كده بنتكلم على الديت ريسيفد،
مهم قوي ان احنا اللي نكتبه على في الريجستر ده يكون الديت ريسيفد مش الديت ومش الايشيونج ديت. يعني انا بيهمني جدا ان انا ابقى الديت اللي انا بحطه على في اللوج هنا او في الريجستر ان هو يكون الستامب ديت اللي انت مستلم بيه، عشان انت بتبتدي تتحاسب من ساعه ما انت حطيت الختم بتاع الريسيفت على الدوكيومنتس دي. قبل كده هو مطلعها بقى بقاله 5 6 ايام، انا ما يخصنيش، انا يخصني اول ما دخلت مكتبي واول ما اتعمل لها بالظبط نوت الايشيو ديت، اول ما اتعمل لها الستامب بتاعي عشان الناس تبقى فاهمه ان ده انا ببتدي اتحسب على الدوكيومنتس دي من اول التاريخ الفلاني. انا بشوف لوجات كتيره جدا الناس كاتبه فيها الايشيونج ديت، او ان هم عاملين تاريخين في اللوج مثلا، السبمشن ديت والريسيفد ديت. طب ليه انا بعمل اتنين؟ ما انا اعمل واحد بس علشان ابقى انا متاكد، لان انا خلاص الريسبونسبيلتي بتاعتي ابتدت من الوقت ده، فبالتالي ان انا اكتب الديت ريسيفد ده مهم جدا في اللوج بتاعي. اخر حاجه الستاتس اوف دوكيمنت، وظيفه الريجستر او وظيفه اللوج ده نفسه ان احنا نبتدي نتعامل معاه علشان نعرف ستاتس الدوكيمنتس دي. هل الدوكيمنتس دي اتعمل لها سبمشن؟ هل هي لسه بيندنج عندي؟ هل هي عند المهندس ولا ما طلعتش؟ هل هي طلعت من تكنيكال اوفيس مثلا واندر ابروفل؟ هل هي فين؟ فالستاتس بتاع الدوكيمنتس دي اهم حاجه، لان دي اللي انا بعرف اطلع على اساسها كل الريبورتات. تمام؟ طيب بعد كده بنتكلم في البنفيتس. قلنا هنا البنفيتس بتاعه الريجستر ده، اول حاجه ان هو بيقلل الوقت المطلوب لتقديم المستندات واستردادها بشكل كبير. انا لما باجي ادور على دوكيمنت وانا بدور عليها في شيت اكسل اسهل بكتير جدا ما ادور عليها كهارد كوبي، اسهل بكتير ما ادور عليها كسوفت كوبي موجوده معمول لها رينيمينج وموجوده على السيرفر عندي او على الكمبيوتر. فبكنترول اف انا ببتدي ادور في كل الداتا بتاعتي في اي شيت في اي تاب في اي حاجه، ببتدي اعرفها بكلمه واحده، ببتدي ان انا اعرف الدوكيومنتس بتاعتي فين. فدي بتوفر عليا في الوقت اللي انا بعمله زي ما استاذ ايهاب كان بيقول، في الوقت اللي انا بقضيه في ان انا ايشيو دوكيومنتس ما يحصلهاش دوبليكيتد في الريفرنس، او ان انا احاول ان انا ارجع لدوكيومنتس او استرد معلومه عن دوكيومنتس اذا كنت عارف اسمها ومش عارف الديسكربشن بتاعها، او اذا كنت مش عارف الديسكربشن كامل بتاعها، او مش عارف السيريال نمبر بتاعها، او مش عارف تاريخها او الاخر ريفيجن بتاعها ايه. فكل ده بيوفر علينا اول حاجه في التايم. تاني حاجه تقليل مساحه التخزين. لما انا بخزن الدوكيومنتس دي على شيتات اكسل مثلا او بعملها هايبر لينك على شيتات اكسل، بيبقى بالنسبه لي ان الحاجه دي كلها تبقى موجوده في مكان واحد. يعني كل الانكومنج دوكيومنت بتاعت الماتيريال سبميتال مثلا، الميكانيكال والاركتكتشر والستراكشر بتبقى كلها موجوده في مكان واحد. ده هيقلل لي الاستورج سبيس احسن ما ابقى انا حاطه كل حاجه لوحدها في مكان لوحده ومفيش اي حاجه بتلينك الفايلز دي كلها مع بعض. فبكده انا بقلل مساحه التخزين وبيخليني اخزن كل المستندات دي في نفس المكان وما بكررهاش في مكان تاني. يعني مش هتلاقيني نفس الدوكيومنتس دي حطاها مثلا متشاله في حته تانية، فاللي يدور عليها هيدور عليها في مكان. مش هتلاقي ان انا مثلا انا كدوكيومنت كنترول شايله عندي كوبي وفي مثلا قسم الاستراكشر شايل عنده الكوبيز بتاعته واللوح بتاعته. هتلاقينا كلنا بنستعمل نفس السبيس وكلنا بنقلل من المساحه اللي احنا المساحه التخزينيه اللي احنا بنستعملها. ثالث حاجه التيكينج هارد كوبي. انا ممكن لو عملت هايبر لينك على الشيتات الاكسل اللي انا شغاله عليها سهل عليا قوي السيرش، بدل ما ادخل ادور ما دورت عليها في الشيت الاكسل بتاعي وبعدين رجعت تاني طلعتها من الهارد كوبي عشان اصورها، او رجعت ابص عليها على السيرفر هي معمول لها سيفنج فين، انا ممكن بكليك واحده على شيت الاكسل افتح البي دي اف اللي عندي ده او الكاد او الوورد او اي فايل انا بدور عليه واعمل له برنت، فانا كده عندي منه هارد كوبي بدل ما رحت فتحت الملف ورحت صورت منه. فده هيوفر عليك وقت طويل ومجهود كتير جدا فعلا. بعد كده بنتكلم على الكنترول ده اكسس. انا بقدر اكنترول في الريجستر ده، بقدر اكنترول مين يدخل يغير في الريجستر ده ولا ومين لا، مين يقدر يشوف الريجستر ده ومين لا طب مين يقدر ان هو يعدل ومين يقدر ان هو يديليت. فبالتالي ده بيسهل عليك كتير ان انت ممكن تعمل كل الفايلز البي دي اف بتاعتك كلها هيدن وتخلي بس الاكسل شيت بتاعتك هو اللي واضح، بحيث ان اللي بيدخل يدور على اي معلومه بيدخل يدور عليها وبيعمل كليك على الفايل نفسه وبيقدر ان هو يوصل له من غير ما يبقى عارف الفايل ده نفسه مكانه فين، او يقدر ان هو يوصل للفايل ده نفسه. فكده بيسهل عليك ان انت الشيت ده بس اللي بيشوفه هو اللي محتاج يستعمله، والناس ما بتقدرش ان هي تعدل على ده لان انت بس اللي بتبقى عندك فول كنترول والباقيين بيبقوا بس ريدر للقصه دي. بعد كده بنتكلم على الديستريبيوشن.
ان توزيع المستندات من داخل مستند واحد بيبقى اسهل لك بكتير. لما بتكتب ال responsible engineer عن ال documents دي او عن ال department ده، بتيجي في الاخر لو انت كشخص او ك PM طالب منك report ان هو يعرف ايه ال workload عند شخص معين، هيقدر يعرف من الشيت ده. طب ايه ال workload اللي عطلان عند مهندس معين مثلا، هيقدر يعرف ده. طب مين اللي المفروض ان التاسكات بتاعته متاخره، هيبقى عارف برده كل ده من شيت الاكسل بتاعك ده. فبالتالي لما انت بتحاول ان انت توزع الشغل ده، ممكن توزع الشغل بتاعك من خلال الشيت بتاع الريجستر ده او اللوج ده، هيسهل عليك كتير في الوقت. وان انت ممكن توزع الكلام ده من خلال الايميلز، يعني انت ممكن لينك ده بالايميلز، فبالتالي تبقى انت عارف ان انت هتبعت له الشيت ده، هو هيدخل يشوف ايه التاسك المطلوبه بتاعته، هيعمل فلتر على اسمه ويشوف ايه التاسكس المطلوبه بتاعته وهيدخل يعملها. انت كده وفرت على نفسك وقت كتير جدا ومجهود كتير جدا انت تقعد تلف وراهم في توزيع المستندات عليه. بعد كده بنتكلم تاني ان سكيل المستندات ده ممكن يكون لاكتر من مشروع. طبعا الناس اللي شغاله في الهيد اوفيس عارفه الكلام ده، ان انت مش لكل مشروع هتعمل له شيت اكسل لوحده، بس انت ممكن بفورماتنج واحده في باكسس مثلا ولا باي برنامج تاني تلم كل البرامج دي مثلا وتشتغل على برنامج على شيت اكسل واحد، يبقى ده شامل عندك كل البروجكت. بس كل ما عليك ان انت بتعمل فلتر للبروجكت اللي انت بتدور عليه، للايشو اللي انت بتدور عليها، وهتبتدي تشوف تحس ان الشيت اللي انت فاتحه ده بس هو بس للبروجكت ده بعيدا عن اي حاجه تانية. تمام. تاني بنتكلم ان السجل ده بيوفر كل الانفورميشن عن اليوزرز اللي بيتعاملوا فيها. زي ما قلنا ان انت تقدر تعرف كل مهندس ايه التاسك المطلوبه منه، كل مهندس ايه الورك لود الموجود عليه في الشغل ده، ايه اللي اتاخر من عنده، ايه اللي هو خلصه في ميعاده. تقدر برضو تعرف ده من خلال اليوزرز انفورميشن، تقدر تعرفها من خلال الريجستر اللي انت بتعمله. كمان ان في كمان ان انت بالهايبر لينكس اللي انت بتقدر تعمل لها لينك للفايلز نفسها، بتقدر توصل للمعلومات في وقت يعني مفيش، يعني ان انت تقعد تدور على حاجه هارد كوبي او سوفت كوبي، فاسهل لك كتير ان انت تعمل. يعني الوقت اللي انت هتبذله في ان انت بتعمل هايبر لينك يعتبر مش وقت خالص مقارنه بان انت هتقعد تسيرش على دوكيومنتس او تسيرش على اي حاجه تانية. فدي الفوائد بتاعه الدوكيمنت ريجستر اللي احنا بنعملها. طيب يا ترى مين هو الشخص المسؤول عن الابديت بتاع الريجستر الدوكيمنت كنترول؟ تمام. طب مين الشخص المسؤول عن الكرييشن بتاع الريجستر ده، السيت اب بتاعته؟ برضه الدوكيمنت كنترول؟ لا مش البي ام ولا الاستشاري ولا الاي تي. تمام. هو كواليتي ديبارتمنت بتاعت الكواليتي، انت عندك حاجه من اثنين، يا اما ان انت عندك ما عندكش كواليتي، فبالتالي انت بتتعامل كدي سي لوحدك، انت بتعمل اللوجز بتاعتك وبتعمل الفورمز بتاعتك زي ما انت عاوز، او ان انت عندك كواليتي ديبارتمنت واوديت بالظبط كده. يعني هل الشركه واخده ايزو فعلا ولا لا؟ فلو الشركه في حاله ان الشركه واخده ايزو وعندها كواليتي ستاندر هي ماشيه عليها، الكواليتي ديبارتمنت هي المسؤوله ان هي تدي لحضرتك الفورمز اللي هتشتغل عليها واللوجز والريجسترز، كل الريجستر اللي انت هتشتغل عليه مش تقدر تعدل فيها اي حاجه. حتى لو انت عندك مشكله او عندك حاجه محتاجه ان انت تتعدل، فحضرتك بتقدم لهم طلب بان انت محتاج تعدل ده للسبب ده، وهم ساعتها بيدوا لك ابروفل عليها وبيدوا لك اكسبشن ان بس هو المشروع ده او الديبارتمنت دي هي اللي هيبقى حاصل عندها الاكسبشن ده، علشان تقدر تتعامل بالطريقه اللي انت عاوزها اللي بتريحك دي. انما لو انت ما عندكش ايزو او ما عندكش كواليتي بلان، فحضرتك اللي بتدي تعمل سيت اب لكل البروجكت، يعني لكل الدوكيومنتس بتاعت البروجكت في كل الريجستر الموجود. فهنا بنقول ان الداتابيز دي المفروض ان هي بيتعمل لها سيت اب من خلال الدوكيمنت كنترول ده، في حاله ان هو ما عندهوش كواليتي اشورنس او كواليتي مانجمنت، هي اللي هتدير العمليه دي. تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم
عن ايه هو التايم فريم؟ زي ما قلنا ان احنا عندنا تايم فريم، الدي سي سي هو الدي سي، هو الدوكيمنت كنترول سنتر، تمام؟ طيب التايم فريم عندنا تمام. انا مع حضرتك ان هما بيجيبوا برامج جاهزه، بس احنا دلوقتي بنتكلم يعني لو انت شغال في قطاع شركه صغير، لو في برامج جاهزه فحضرتك محتاج ان انت تفهم الكونسبت. البرامج الجاهزه انت بس بتبقى عليها جست ان حضرتك داتا، يعني داتا انتري، انت بس هتدخل الداتا بتاعتك، بس انت محتاج ان انت تفهم ايه الكونسبت شغال ازاي. الدوكيمنت كنترول لو ما عندوش اي تولز، لو ما عندوش اي حاجه هيشتغل عليها ازاي. طبعا دلوقتي برامج الاكونكس والبي اي ام والكلام ده كله بقت مسهله علينا كتير القصص دي، بس ويبقى برضه في الاخر ان في شركات كبيره لسه بتشتغل بالاكسل، ولازم يبقى عند حضرتك التالنت ان انت تشتغل اذا كان باكسل او اذا كان باي سوفت وير. بالنسبه للسوفت وير الشركه هتديك اورينتيشن صغير او تريننج كده صغير عشان تبتدي ان انت تقدر تتعامل مع السوفت وير ده، انما عمرهم ما هيدوك تريننج علشان تشتغل على الاكسل بتاعهم. فاحنا عشان كده احنا شغالين بالاكسل مش شغالين باي سوفت وير، تمام؟ طيب التايم فريم بتاع العمليه دي افتكروا، هل المفروض الدوكيمنت كنترول يعمل ابديت للريجستر بتاعه كل قد ايه؟ كل اسبوع، اليوم، يوميا؟ صح، يوميا. لا هو مش حسب الداخل والخارج، هو حسب طبيعة الشغل بتاعته. يعني انا المفروض مثلا هو عارف ان انا بيجي لي مثلا شغل كتير جدا اخر النهار، بفضل مثلا اشتغل من الساعة 3 للساعة 5، انا عندي الوقت ده بس مشغول في التسليمات وان انا بجهز التسليمات او بطلع لاترز عندي او بطلع حاجة، فهو يخلي وقت الريجستر تاني يوم الصبح. او لو هو عنده ان دايما اللي بيبقى عنده فليكسبيليتي شويه ان هو لما ياخد حاجه يدخل يعمل لها ريجستر في وقتها، لما يستلم حاجه يدخل يعمل لها ريجستر في وقتها، بس المهم ان هو ما يعديش عليه يوم وهو مش معامل ابديت للريجستر بتاعه. الابديت بتاع الريجستر لازم يكون ديلي، تمام؟ فالمينتين للريجستر لازم يكون ديلي. الديستريبيوشن ان هو يعمل كوبي من الدوكيمنت ده او من الريبورت ده يبعته للديبارتمنت اللي عنده ويكلي، تمام؟ انما ان هو يجهز ريبورت بالبيندنج ايتمز او الاوت ستاندنج ايتمز فما ينفعش ان هو يتاخر، على حسب اتفاقه مع مدير المشروع او على حسب الشغل بتاعه يكون هيمشي ازاي. لا اما بيبعته باي ويكلي كل اسبوعين او بيبعته شهريا. كل التاخيرات والاوت ستاندنج ايتمز ضروري جدا ان هو يبقى عارف ان عنده اوت ستاندنج ايه، وضروري جدا ان هو يبقى عارف تاخيراته، وضروري جدا ان هو يبقى على علم ان هو دايما بيابديت البي ام بتاعه بالمعلومه دي، لان في الاخر اي تاخيرات زي ما هي مسؤوليه المهندس ان الحاجه دي تاخرت عنده، هي برده مسؤوليه الدوكيمنت كنترول ان هو ما بلغش. هو مش وظيفته ان هي الحاجه تطلع، هو وظيفته بتنتهي لما هو بيبلغ ان التاخير ده حصل في ميعاد فلاني. ومهم جدا ان هو يخلي الفتره عنده ثابته بتاعه الابلاغ عن التاخيرات دي علشان ما يبقاش عنده مشكله، يعني ما يتاخرش، مش مثلا يبعتها كل شهر ونص مره، كل شهرين مره، كل شهر مره، لا بالعكس. انا هبعتها كل شهر، يبقى كل شهر في نفس الميعاد لازم تتبعت الريبورت بتاع الاوت ستاندنج عشان الناس تبقى عارفه التاخيرات الموجوده في الديبارتمنت اللي عندهم. طب انا اتفقت ان هي كل اسبوعين، يبقى لازم كل اسبوعين ابعت التاخيرات الاوت ستاندنج للبي ام، واخلي الناس بتاعت اللي متاخر عليها دوكيومنتس تكون سي سي عشان يبقوا هم على علم بالحاجات اللي متاخره عندهم. طيب ضروري جدا ان انا اعمل مينتين للديلي بيزز بتاعتي لكل الشغل اللي انا بستلمه، ممكن اخره مثلا من بالليل لحد الصبح، بس ما ينفعش ان هو يتاخر اكتر من كده، لانك لو طلب منك اي ريبورت او سالت ان انت ستيتس بتاع اي دوكيومنتس في اي حاجه مش تقدر تطلع لها الستيتس لان انت مش عامل ابديت بقالك فتره، بقالك اسبوع مثلا، فانت هتبقى مضطر ان انت تراجع في الريجستر وتراجع في الدوكيومنتس اللي انت مستلمها او اللي انت مسلمها. دي هتبقى مشكله عندك لان انت ساعتها مش هتحس ان انت كنترول لكل الدوكيمنت. الريجستر مهم جدا ان هو يبقى موجود عشان تبقى حاسس ان انت عامل كنترول على كل الدوكيمنتس الموجوده عندك في الديبارتمنت. في حاله ان الدوكيمنتس دي مش معمول عليها كنترول، او انت مش عارف ايه اللي متاخر عندك، ايه اللي مش موجود عندك، ايه اللي طلع من عندك وانت مش عارف هو متاخر ولا مش متاخر، دي هتبقى مشكله جامده. فضروري جدا ان احنا ناخد بالنا من التايم فريم بتاع المينتين والديستريبيوشن والريبورت، اخد بالنا منهم، لان من غيرهم احنا بالنسبه لنا الريجستر ده كله الوقت اللي انت بتبذله فيه ده ملوش اي لازمه.
طيب نيجي بقى لشوية definitions. زي ما اتفقنا ان احنا لازم برضو نعرف كام definition كده علشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية معانا في الdefinitions دي. اول حاجة بنتكلم عن document number، قلنا ده الـ unique identifier for a document، ده الحاجة اللي بتعرفنا ايه هو رقم الوثيقة اللي هي او الرقم بتاع المستند. طيب تاني حاجة بنتكلم عليها الـ revision، قلنا الـ revision ان هو revision رقم الاصدار بتاع الdocument بتاعتنا، اذا كان A او B أو سي أو واحد واثنين وثلاثة. بعد كده بنتكلم على الستيتس، قلنا الستيتس هنا دي حالة المستند، يعني هل المستند ده حصل له إصدار من عندي، حصل له ريليز، ولا هو لسه موجود عندي under review. مهم جدا إن إحنا نبقى ده موجود، حاجة موجودة في الريجستر، علشان تخليني أنا عارفة الحالة دي وصلت لفين. طبعا دلوقتي هنشوف حاجة عملية بالنسبة للريجستر ده، وإحنا إزاي بنعمل شوية equation كده علشان نبقى عارفين ان الحاجة دي اتأخرت عندي قد ايه واتأخرت كام يوم، طب هي لسه في ميعادها ولا لسه، ولا ميعادها قرب ان هو، ولا ميعادها فات، كلام من كده. فالستيتس دي مهمة جدا هي تبقى موجودة عشان تعرفني حالة المستند بتاعي، هل هو حصل له ريليز ولا هو لسه under review. نيجي بعد كده للتايتل، ده description بتاع الدوكيومنتس، اسمها الموضوع بتاعها، العنوان بتاعها اللي احنا بنتكلم عنه. نيجي بعد كده نتكلم على الديسابلينز، الديسابلين ده اللي هو الجروب بتاع الدوكيومنتس دي تبع انهي قسم. قلنا ان احنا هيبقى عندنا كونستراكشن، ستراكشر، الكتريكال، اركتكتشر، ميكانيكال. فده بيبقى انت بتحاول ان انت تصنف الدوكيومنتس اللي عندك لتصنيفات اكتر علشان تبتدي تكنترول الدوكيومنتس دي، لان طبعا انت لو حطيت، لو ما انت هتكون بتتابع 1000 لوحه من ضمنهم معماري وانشائي وكهرباء وميكانيكا، هيبقى بالنسبه لك اسهل لك ان انت يبقى عندك 250 لوحه في كل قسم، فانت هتعرف تكنترول ال 250 دول احسن ما تكنترول ال 1000 كلهم على بعض. طيب عندنا كاتيجوري تاني للكاتيجوري التاني بتاع الديسابلين. فرضا انا مثلا عندي قسم زي قسم الميكانيكال، انا عندي مثلا ميكانيكال في اكتر من كاتيجوري تاني تحتيه، عندي مثلا الفاير فايتنج، البلومنج، البايبنج، الحاجات دي. طب انا لو قدرت ان انا اصنف نوعيه الدوكيومنتس اللي تحت الكاتيجوري ده، هيبقى اسهل لي كتير ان انا اقدر اعمل لها كنترول، وهيبقى اسهل للقسم ان هو يبقى عارف ايه الحاجات اللي عنده، وهيبقى اسهل لي وانا بنزل الدوكيومنتس دي ان انا صنفتها عشان اخليهم صغيرين على قد ما اقدر، عشان اقدر ان انا كنترول شويه الدوكيومنتس دي. بعد كده التايب، هل الدوكيومنتس دي هنيجي مثلا في لوج، مثلا زي اللوج بتاع او الريجستر بتاع الدوكيومنت اوف ترانسميتر اوف دوكيومنتس مثلا، بيقدموا فيه كل انواع الدوكيومنتس اللي هي بتبقى مثلا اي فور، مش دروينج، هي دوكيومنتس. فمحتاج هنا ان انا اقول التايب بتاع الدوكيومنت اللي انا مقدمها دي، هل دي مثلا ميسج ستيتمنت، او هل دي مثلا مانيوال، او هل دي عباره عن سيرتيفيكيشن، الدوكيومنتس دي مثلا عباره عن وارنتي، اي حاجه من الحاجات دي. فمهم ان انا لما يبقى عندي نوعيه دوكيومنتس فيها اكتر من نوع هيتقدم، ان انا اعمل فلتر مخصوص لنوع الدوكيومنتس دي علشان يبقى سهل عليا بعد كده لما باجي اعمل لهم سورتنج، او ان انا لما اجي اطلع عليهم ريبورت ان انا ابقى عارف اتعامل مع الدوكيومنتس دي بانه شكل، ما يبقوش كلهم في نفس المكان فانا اقعد ادور عليهم، عشان كمان ما اضطرش ان انا ادور عليهم بالفاين ان انا اكتب مثلا سيرتيفيكت فهتطلع لي كل انواع السيرتيفيكت. اسهل لي ان انا لو انا عملت فلتر على السيرتيفيكت بس، ان هو يطلع لي النوع التايب بتاع الدوكيومنتس ده، هيسهل لي ان انا بعد كده ادور، يبقى عندي سيرش يعني ايكون تاني اقدر ادور فيها تانية باسم السيرتيفيكت اللي انا محتاجاه. هتوفر عليا وقت وهتوفر على ناس كتير مجهود في ان هي تدور على الدوكيومنتس. بعد كده ريفيو ستاتس، طبعا من اهم الحاجات اللي انا اكتب عليها الستاتس بتاعتها ان هي تبقى موجوده في الريجستر، اذا كانت ابروفد ولا اذا كانت ابروف از نوتد، ولا اذا كانت ريفايزد، ولا اذا كانت ريجكت. مهم جدا ان الريفيو ستاتس ده تبقى موجوده في الريجستر علشان توفر عليا وقت، ان هل انا الحاجه دي خلاص ابروفد وخلصت واتسلمت ومش هتسلم تاني. وعشان كمان في دوكيومنتس بتبقى ديبند على دوكيومنتس تانيه، زي مثلا الماتيريال ديليفر تو سايت، هي ديبند على الابروفد ماتيريال سبميتد، الاي ام ار مثلا اللي هو الريكوست فور انسبكشن برضه بتبقى ديبند على الابروفد شوب دروينج. فانا لما هاجي ادور عليهم والاقي ان الاكشن بتاعهم موجود، ان هي موجوده في الريجستر، اكشن كود بتاعهم ان هي ابروف،
هتوفر عليا كتير ان انا اروح ابص في اللوحة الاصلية بتاعتها، او ان انا ابص في الاتاتشن بتاع الدوكيومنتس دي، واقضي وقت واضيع وقت في ان انا بدور عليها. فدي هتوفر لي وقت كتير ان تكون موجودة الريفيو ستيتس، تكون موجودة معايا في الدوكيومنتس دي. الدوكيومنت فورمات محتاجة برضو ان انا ابقى حاطة الدوكيومنت فورمات في اللوج ده. دي ممكن تستعملها وممكن لا يعني، بس هو بيبقى حاجات يعني انت ممكن تساعدك وتوفر عليك وقت كتير. دوكيومنت فورمات ممكن اكتب ان الدوكيومنتس دي عبارة عن لوح كاد مثلا، عبارة عن وورد، عبارة عن PDF، ان التايب بتاع الدوكيومنتس اللي انا حاطه ده الفورمات بتاعها ايه، علشان هيسهل عليا وهيسهل على الناس اللي بتدور عليه. فرضا مثلا ان انا عاملة مثلا كل الشوب دروينج بتاعتي كلها التايب بتاعها دي دبليو جي، وبعدين في لوحه فيهم هي ما كانش عنده الكات بتاعها فحطها لك PDF. طب انت هتعرف من فين؟ فانت محتاج ان انت تحط التايب بتاع شويه دوكيومنتس عشان تسهل عليك السيرش. ده سامبل بسيط كده للدوكيومنت ريجستر عشان يسهل علينا شويه يعني. يعني دي حاجه سامبل جدا يعني، ممكن حضرتك تتعامل بيها، بس احنا اكيد از دوكيومنت كنترول في بروجكت كونستراكشن بروجكت بنستعمل تفاصيل اكتر من كده بكتير. هنا بنتكلم اول حاجه الدوكيمنت ريفرنس، بعد كده الريفيجن، الديت، السندر، التايتل، الاكشن، الديت. تمام، واضحه كده؟ واضح كده يا شباب؟ طيب احنا ممكن ناخد 10 دقايق بريك، نرجع الساعة 9 بالظبط. تمام، هنبتدي بقى الجزء العملي في داتا شيت احنا هيبقى عندنا. تمام، هنبتدي نشتغل على شيت اكسل اوريدي موجودة عندنا، بس محتاجين ناخد 10 دقايق يعني 10 دقايق بس كده راحة، نكون موجودين ان شاء الله هنا الساعة 9 بالظبط. وهنقول اهم المعادلات، يا ريت بس ما نقفلش عشان ما نضطرش ان احنا نطلع وندخل، يا ريت بس يعني يا ريت بس نسيب الشاشه زي ما هي كده ونرجع. تمام، لا تمام. هو بص، هو اللي احنا ال 14 ساعه، في سؤال هنا بيقول مده مراجعه المستند زي الدروينج مثلا 14 يوم، من اين جاءت هذه القواعد؟ بص، هو الطبيعي ان احنا ده بيبقى على حسب الاتفاق في الكونتراكت. يبقى في مثلا مشاريع بتقول ان هو المراجعه ريفيجن 0 21 يوم، واي ريفيجن تاني يبقى 14 يوم. في ناس تانية بتقول ان هو المراجعه 14 يوم، واي ريفيجن 0 14 يوم، واي ريفيجن تاني تبقى المراجعه 7 ايام مثلا. فدي على حسب الاتفاق في العقد، على حسب الكونتراكت مكتوب فيه ايه، على حسب السبيكس نفسها بتاعت المشروع مكتوب فيها هي الداتا بتاعتهم قد ايه. تمام، العقد بالظبط، هو العقد اللي بيحدد. احنا ان شاء الله باذن الله لما نيجي نبتدي الجزء العملي بتاع البروجكت دوكيومنتس هنبتدي نجيب ان احنا نجيب سباكس بقى ونبتدي فروم سكراتش. ان انت المفروض انت كدوكيومنت كنترول بدات المشروع من بدايته، فالمفروض ان انت هتقول بقى ان انت من بدايه المشروع بتتابع ايه وبتراجع ايه وبتستلم ايه، والموجود في السباكس عندك بتتابعها ازاي، وبتبقى عارف ان الدوكيومنتس بتاعتك البيريود دي بتبقى بتبند على ايه. هي تبقى على حسب العقد، مفيش اتفاقية، هي تبقى على حسب العقد، العقد بيبقى مكتوب فيه كل حاجة. تمام؟ نبتدي بقى هنا، هنا عندنا register of request for information. تمام؟ أول حاجة طبعاً في أي register، إحنا هنا بنتكلم ده request for information register. أول حاجة قلنا في أي register، أول حاجة received date. مهم جدا ان انا ابقى محدده ايه الديت اللي انا كاتباه هنا، هل هو received، هل هو issues، هل هو ايه. طبعا الحاجه اللي هي المتفق عليها ان هو انت تبقى حضرتك كاتب هنا received date. تاني حاجه reference number، reference number هنبتدي هنا كده في الريكوست ده هنقول ان اول حاجه هنا ابتدينا فيها الريكوست ديت الريسيفد ديت، وبعد كده الريكوست نمبر، وبعدين الريفيجن نمبر بتاع الدوكيومنتس، وبعد كده الديسيبلين اذا كانت اركتكتشر ستراكشر الكتريكال ميكانيكال اي ديبارتمنت انا شغال عليها، وبعدين الاريا اوف ابلكيشن. مهم جدا في المشاريع الانشائيه ان انا يكون عندي المحدد البيلدينج بتاعي او الاريا اللي انا شغال فيها ايه، علشان بنيجي في اخر المشروع بنحتاج ان احنا نشوف الاريا بتاع الاريا في البروجكت دي
او الاريا اوف ابلكيشن دي اشتغل فيها ايه، او ايه الحاجات اللي خلصت منها، او في الاسبلت مثلا بتحتاج ان انت تسلم مبنى مبنى. فمهم جدا ان انت تريفير في الريجستر بتاعك للاريا اوف ابلكيشن علشان تسهل عليك بعد كده في اخر المشروع. تمام. في بعد كده الريفرنسز. حد عنده فكره الريكوست فور انفورميشن ايه نوع الريفرنس اللي بتبقى مكتوبه فيه هنا؟ يعني ايه المقصود بالريفرنس ده؟ ايوه انهي دروينج بقى؟ ما هو ده ار اف اي. هو بقى هنا بيريفير لانهي دروينج؟ ممكن تكون الشوب دروينج، بس هي مش الشوب دروينج، التندر بالظبط. التندر دروينج او الديزاين دروينج. هو دايما هنا الريكوست فور انفورميشن هو عباره عن ريكوست، عن طلب توضيح او طلب معلومات زياده. بيبقى عنده مشكله في الديزاين، بيبقى عنده حاجه مش راكبه مع بعضها في الديزاين، او مش راكبه على ارض الواقع، او عنده ردين للاستشاري، الردين عكس بعض، ممكن يكون من تو ديبارتمنتس مختلفين او تو ديسابل مختلفين. فبالتالي هو بيجي يستفسر هنا او يتاكد منها، او بيقدم ان هو بيقدم سكتش مثلا توضيحي او بروبوزال للشغل بتاعه في ده. فمحتاج ان هو يحط الريفرنس ان هو بيتكلم عنه. فالريفرنس ده عاده ما بيكون بتاع ديزاين دروينج او بتاع تندر دروينج علشان تسهل عليه بالظبط، او ممكن تكون فعلا ميسنج دروينج. تمام. طيب هنا احنا قلنا ان هنا مهم جدا ان هو يبعت السندر. فهنا السندر هنا مين؟ احنا كتبنا ان هو ده بعته من فلان تو فلان. فانا هنا مثلا ممكن اكون كاتبه هنا عندي، بكتب هنا كل اطراف المشروع اللي موجودين عندي، بحطهم في الليست دي علشان يبقى سهل عليا ان انا اتعامل بيهم. هقول لكم الليست دي بتتعمل ازاي عشان تبقى سهل عليكم بعد كده في التعامل. نكتب هنا كل الليست اللي انا محتاجه ان انا اتعامل معاها، اذا كانت كلاينت، كونسلتنت، كونتراكتور، هيد اوفيس. طبعا الهيد اوفيس احنا بنحتاجهم فين؟ بنحتاجهم في لو انا عندي سبورت من الهيد اوفيس او من المكتب الرئيسي عندي بيعمل لي تكنيكال سبورت، او لو انا في اللاترز ساعات الكونتراكت ادمنستريتور مثلا بيبقى موجود في الهيد اوفيس، وهو اللي بيساعد في ان هو يبعت لي الدوكيومنتس دي. فمحتاج برضو ان انا اتراك الدوكيومنتس الموجوده عندي دي، هل هي انا بتراكها من الهيد اوفيس ولا مش من الهيد اوفيس. تمام. فهنا برضو بنكتب ان هو ان ده الكونتراكتور اكس او واي هو اللي باعتها للكونسلتنت. برضو لو عندي اكتر من كونسلتنت هنا هكتب برضو اسامي كونسلتنت الموجودين عندي. تمام. بعدين التايتل بتاع الوثيقه دي او بتاع المستند ده، وبعدين اكشن ريكوايرد فروم. اكشن ريكوايرد فروم دي ممكن تكون ديبارتمنت، ممكن تكون شخص، ممكن تكون شركه، على حسب الريكوايرمنت ده محتاج من مين. طبعا انا برضو هنا بكتب كل الناس اللي انا ممكن احتماليه ان انا اتعامل معاهم في قائمه منسدله زي دي عشان تسهل عليا التايبنج، عشان دايما كل ما احنا بنبتدي ان احنا نعمل تايبنج كل ما بيبقى عندنا اخطاء. فاحنا عشان نقلل كميه الاخطاء الموجوده عندنا، سهل جدا ان احنا نعمل الليست دي، سهل علينا وقت، بتوفر عليك وقت كتير جدا، بتعملها مره واحده وانت بتبتدي تعمل الريجستر ده، ومن بعد كده بتبقى خلاص عندك بالنسبه لك ان انت بس بتعمل كليك عشان تختار بيها. لما تيجي تعمل فلتر هتلاقيها بالنسبه لك في الفلتر دي سهله جدا، ان لما بتيجي تعمل فلتر انت بتعمل فلتر على حاجه انت متاكد ان هي اما مكتوبه بنفس الكابيتال لتر، اذا كانت كابيتال ولا سمول لتر، موجوده بنفس اللترز، موجوده بنفس السبيسز. فمش محتاج ان انت مش هتلاقي عندك اي اختلافات في كل الليست بتاعتك او في كل الداتا بتاعتك الموجوده في الريجستر ده. بعد كده عندنا هنا ديت ابروفال ريكوايرد. المفروض ان انت في الريجستر بتاعك بيبقى عندك حاجه بتنديكيتور، تبقى حاجه زي انديكيتور كده تتعامل معاها ان هي تعرفك المفروض الداتا دي هيترد عليها بعد قد ايه. لو انا عقدي بيقول ان الداتا دي يترد عليها بعد 14 يوم، يبقى سيمبلي الفورمولا اللي هتتعمل هنا ان انا الاول احدد ان كل الكولم ده، اول حاجه اتعامل معاه ان انا اقول له ان الفورمات بتاعت الكولم ده ان هي تكون ديت، وتكون بشكل الفورمات انا هتعامل معاه طول حياتي بعد كده في الكمبيوتر ده. تمام. علشان ما اتفاجئش بعد كده ان انا اتنقلت من شيت دخلت في شيت تاني، انا هنا كاتبه اليوم الشهر السنه بالفورمات ده، اجي اكتشف ان في شيت تاني مكتوبه بشكل تاني. فبالتالي هتلاقيها قلبت لك كل الشهور لايام وكل الايام للشهور، فانا كده بقى عندي مشكله.
فعشان تبقى انت مريح دماغك من القصه دي، اول ما تستعامل مع اي كمبيوتر انت كدوكيمنت كنترول، حاول ان انت تغير الديت بتاع الطريقه بتاعه التاريخ بتاعه الكمبيوتر بتاعتك لطريقه ثابته ما بتتغيرش. واحسن طريقه اللي هي المفروض اللي احنا بنقول عليها بيست براكتس، يعني ان انت تكتب الارقام بتاعه اليوم ارقام، وتخلي الشهر بالحروف علشان تبقى خلاص معروفه، والسنه بعد كده فور ديجيتس عشان تبقى معروفه بالنسبه لك، ما يبقاش في اي مشكله ولا اي لخبطه. تمام. اول حاجه بحدد فيها ان السيل دي تكون عباره عن ديت، علشان لما نيجي نعمل لما نيجي نعمل بعد كده معادله تبقى بالنسبه لنا سهله. فانا هنا هاجي اعمل المعادله دي، انا عاوز اقول ان هنا تدي لي الارم ان المفروض الداتا دي المفروض يترد عليها قبل يوم كذا. فانا هقوم دلوقتي عامله دي يساوي، واقوم رايحه للديت ريسيفد اللي انا مستلماه ده، كاتب عليه زائد 14 يوم. تمام، لان الداتا دي المفروض يترد عليها في خلال 14 يوم، واقوم عامله انتر. كده اديت لي هنا كام؟ 30/6/2022. من بعد 16/6 لو انا استلمت الدوكيومنتس دي يوم 16/6، فبالتالي الدوكيومنت دي لازم يترد عليها قبل 30/6/2022. تمام، دي كده اول فورم اللي احنا عملناه. طيب نيجي بعد كده للي بعديها، دي هنا الستاتس. الستاتس هنا المفروض ان هي تقول لنا لا اما الدوكيومنت دي كلوزد، لا اما الدوكيومنت دي اوبن، صح؟ طيب هي لو قالت لي ان هي اوبن، ايه الفايده اللي عدت عليا وانا وهي قالت لي اوبن بس؟ مش حد عنده مشكله في الصوت يا جماعه؟ تمام، هتفيدني في الفولوينج اب زي الفل. بس انا لو انا مكتوبه عندي اوبن هتفيدني في حاجه؟ يعني انا لو انا مكتوبه عندي ان هي اوبن بس، هتفيدني انا كدوكيمنت كنترول في اي معلومه؟ بالظبط كده، اوبن زي ما استاذ محمد بيقول اوبن اند نمبر اوف يو دايز باست، بالظبط كده. فانا هنا محتاجه ان انا اعمل يعني اعمل معادله هنا تعرفني الحاجه دي قدامها قد ايه علشان يترد عليها، او المفروض قدامها قد ايه عشان تتاخر. فهاجي هنا كده هقول ان لو الـ لو الـ 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 السال دي فاضيه ما فيهاش اي داتا، ابتدي ان انت عدلي الداتا دي، ابتدي عدلي بقى الايام قبل اليوم ده بكام يوم. تمام، يعني انا هاجي هنا هقول اول حاجه هنعمل اف ام 3 دي اللي هي ايه الابروفال ديت المفروض اللي انا اكتب فيها هنا. يعني زي مثلا فرضا هنا انا كتبت الدوكيومنتس دي طلعت لي مثلا بعد 5 ايام، فبالتالي هتطلع لي كام؟ 21/6/22. تمام، فهو المفروض المعادله هنا هتيجي تشوف لو الخانه دي فيها اي ما فيها اي معلومه او فيها اي داتا، هتقوم كاتبه لي ان الداتا دي ايه، دي كده كلوزد. انا كده خلاص انا رديت على الدوكيومنتس دي في ميعادها في الميعاد الفلاني وخلاص دي كلوز، لان بعد ما هي بقت كلوز انا مش هيفيدني باي عد بعد كده. انا كل اللي يهمني ان انا اعرف ان هي اوبن قد ايه، بقالها قد ايه اوبن، او ان هي اتقفلت وخلاص، مش محتاجه ان انا اعرف ايام الريفيو بتاعتها قد ايه. فده بالنسبه لي دلوقتي. طب هي دلوقتي مش كلوز، هي لسه مفتوحه، فهاجي اشوفها هنا هتقول لي ايه. هنا هتقول لي بقى ان كي 3 اللي هي الابروفال ديت ريكوايرد دي اللي هي المفروض يترد عليها قبل يوم 30 ناقص توداي. تمام، واضحه كده الحته دي؟ واضحه دي كده لحد دلوقتي؟ طيب تاني، انا يهمني ان التاخيرات بتاعتي ابقى عارف التاخيرات بتاعتي لحد امتى، بس وانس ان هي ترد عليها الدوكيومنتس دي واتقفلت، انا ما يهمنيش في اي حاجه ان هي اعرف ان هي اتاخرت كام يوم. تمام، متفقين على الجزئيه دي؟ نيجي بقى للجزئيه الثانيه. طب انا دلوقتي الدوكيومنت دي مفتوحه عندي، محتاجه ان انا اعرف متاخره عندي قد ايه، او هيترد عليها المفروض بعد قد ايه. تمام، فهقوم انا عامله الفورمولا دي بتاعه اف اللي هي اف كونديشن. فبنقول ان الديت لو ان الابروفال ديت ده موجود فيه داتا، اكتب لي ان دي كلوزد.
ماشي، اكتب لي ان خلاص ان الـ ان الستيتس بتاع القصه دي، الستيتس بتاع الماتيريال دي، او الستيتس بتاع الدوكيومنتس دي خلاص هي مقفوله. تمام. طب لو هي لسه مفتوحه هقول له عد لي باقي لي كام يوم على 30 ست، عد لي باقي لي كام يوم على الابروفد ديت ده. تمام، يعني نقص لي كل الايام اللي نقصاني من اليوم ده لحد ما اوصل 30 ست، هيفضل يعد معاك. تمام. طيب انا جات لي هنا المعلومه ان انا كده قدامي 12 يوم عبال ما اوصل 30 ست. طيب فرضا ان المعلومه دي او الدوكيومنتس دي انا مستلماها مثلا 1 6، ادي لي هنا كام؟ 3، بس اللون هنا بالاحمر. الاحمر ده هيدل لي ان انا عديت على ميعادها، المفروض ان هي ترد عليها كام؟ 15 6، بس انا عديت بعد 15 6 3 ايام، يعني معنى كده ان الدوكيومنتس دي عدى على ميعاد تسليمها المفروض 3 ايام. طالما هي بتعد لك باللون الاحمر ده يبقى هي كده خلاص عدى على ميعادها كام؟ 3 ايام. هتفضل تعد لك بالاحمر لحد ما حضرتك تيجي هنا وتكتب التاريخ بتاعها. فرضا ان انا جيت هنا وكتبت ان هي ايه، خلاص اتقفلت في 18 6، خلاص كده هي هتبقى كلوز. واضحه الحته دي؟ الحته دي مهمه جدا ان احنا نفهمها، فلو هي واضحه تمام. استاذه فاطمه بتسال ايه الفايده من معرفه التاخير قد ايه؟ الفايده ان انا لما باجي اطلع بالريبورت بالاوت ستاندنج ايتمز يفهم البي ام ان انا عامل كنترول على الدوكيومنتس وعارف كل دوكيومنتس عندي متاخره قد ايه. لان لو التاخيرات عليها وقت طويل ساعتها الكونتراكتور هيطلب ان هو يعمل كليم ان انت كده معطله شغل. انما لو انت بتتابع ده كل وقت وانت عارف ان الحاجه دي الدوكيومنتس قدامها قد ايه ويترد عليها، هيفيدك جدا في الداتا دي. بالنسبه للشيت انا هسيبه لكم، بس مش هسيبه لكم المره دي. تمام، يعني هسيب لكم الشيت، هرفع لكم الشيت على الجروب بكل الايكويشنز اللي فيه، فما تقلقوش من الناحيه دي. تمام، هي بس اهم حاجه تفهم الكونسبت، لان انت بعد كده هتعمل معادلات، اذا كانت المعادله دي او معادلات غيرها هتفيدك في الكلام ده. يعني انت من نفسك بعد كده تلاقي نفسك بتفكر بتعمل معادلات تساعدك في شغل. تمام، استاذ محمد عبد المنعم بيقول وكده حمايه حقي في اي ادعاء ان تاخير المشروع بسبب المقاول وهيفيدك وكده هيبعدك عن اي غرامات. بالظبط كده. انا بالنسبه لي كدوكيمنت كنترول اذا كنت شغاله مع المقاول او شغاله مع الاستشاري او شغاله مع المالك، فانا كده عامل كنترول جامد جدا على الدوكيمنتس اللي عندي وعارف كل دوكيمنت عندي جايه لي امتى، المفروض تطلع امتى، المفروض انا اتاخرت عليها قد ايه. ده هيفيدني كويس جدا علشان اي ريبورت انا بطلعه انا متاكد تمام التاكد منها. هيفيدك كمان في حاجه، ان انت موانس ان انت تفتح الريبورت هو بيعد كل يوم عليك التاخيرات اللي عندك، مش بيعد مثلا مش انا مثلا طلعته خلاص من اسبوع فانا خلاص هبتدي انا اعد اصلح الريبورت بتاع الاسبوع اللي فات. انت كل مره بتفتح فيها ريبورت بيعرفك الدوكيمنت دي عندك متاخره قد ايه. تمام، خلاص نعدي الحته دي كده. هنا خلاص اديتني دي كلوز، لو انا الدوكيمنتس عندي دي كده خلاص مقفول. تمام، بالنسبه للريكوست فور انفورميشن هو ما فيهوش اكشن كود، يعني ما فيهوش اكشن كود، هو بس بيبقى طالب كلاريفيكيشن علشان حد مشكله عنده في الديزاين او في التندر. تمام، ففي في دوكيمنت كنترولرز بتوع المقاولين ساعات بيكتبوا كومنتس هنا، يعني ايه توضيح شامل للكومنتس اللي الاستشاري رد عليه بيها. هل هو مثلا قبل البربوزل ولا لا؟ هل البربوزل هل ده بربوزل تاني؟ هل هو عمل ريفير مثلا لدوكيومنتس تانيه؟ فدي الكومنتس اللي هو ممكن يكتبها، دي رد الاستشاري اللي بتبقى موجوده. طبعا بتبقى مختصره لان ممكن الاستشاري ممكن يرد يكتب كلام كتير فانت ما يبقاش عندك مكان هنا تكتب. فممكن يكتب حاجه فانت تكتب مختصر المفيد بتاع الرد بتاعك ده هنا، ممكن ما تكتبوش اصلا وتريح دماغك وتعمل هايبر لينك هنا للدوكيومنتس بحيث ان اي حد يحب يدخل يبص عليه. طيب الدوكيومنتس تايب هنا طبعا احنا قلنا هنا لو في عندي كلاريفيكيشن مثلا، لو ده بروبوزل، لو ده مثلا مشكله في التندر، مشكله مثلا في الشوب دروينج، فانت ممكن هنا تكتب تايب تاني يكلاسيفاي اكتر الداتا بتاعت التايتل ده عشان لو انت بتعمل سيرش تعرف تعمل عليها سيرش باسلوب. اخر حاجه هنا ده اللوكيشن. اللوكيشن ده حضرتك تقدر تستعمله عن طريقين، تقدر ان انت تكتب الفايل بتاعك الموجود فين از هارد كوبي، يعني لو انا مثلا انا بستور الدوكيومنتس بتاعتي في 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 مكتب مثلا رقم واحد دوكيمنت كنترول اوفيس مثلا نمبر 1، فانا ممكن اعمل دي سي نمبر 1
الشلف مثلا بتاعي او الـ او الستاند اللي انا بحط عليه، الستاند ده رقم واحد، الليفل بتاعه او الدور بتاع الـ بتاع الـ بتاع الدرج ده او الحاجه اللي محطوطه فيها رقم اتنين. فحضرتك ممكن تعمل ريفير ليه، بحيث ان انت لما تيجي تروح تدور على الفايل او في حد تاني جاي يستعمل الفايل ده مكانك، او انت سبت مكانك في اجازه او في اي حاجه من كده ومحتاج حد غيرك يجي يستعمل الدوكيمنتس بتاعتك، دي هتبقى سهله جدا ان هو يروح يطلع الفايل من المكان المكتوب عليه الباب بتاعه هنا. طبعا هنا افرض ان حضرتك في الكيز هنا بتبقى عامل مفاتيح كي وورد لكل حاجه، لكل ابريفيشن انت كاتبه جوه الماتيريال او جوه الريجستر، تمام، علشان يسهل عليك ان انت لما تيجي لو حد تاني يستعمله يبقى عارف يتعامل معاه. فدي كده ممكن هنا تعمل هايبر لينك للدوكيومنتس على السيرفر، وفي نفس الوقت تكتب مكانها كمان، مكان الكلام اللي انت بتكتبه في الهايبر لينك ده يكون ده المكان بتاع الستور بتاع الفايلز نفسه، تمام. دي كده هتسهل عليك كتير. طيب في حاجه هنا احنا ما قلناهاش، ان احنا القوائم المسدله دي بنعملها ازاي. انا دلوقتي هنا بالنسبه للتاريخ انت هتكتبه بايدك ما فيهوش مشكله، بالنسبه للريفرنس انت حضرتك هتقدر ان انت تعمله كده بحيث ان هو يدي لك سيكونس نمبر تشتغل عليه. الريفيجن نفس القصه، هتسحبه كده دراج اند دروب علشان يدي لك نفس السيكونس. بالنسبه هنا مثلا الاركتكتشر، انا مثلا بالنسبه لي احب افتح الشيت بتاع الريجستر ده او بتاع اللوج ده يكون كل الكلام مكتوب بنفس الطريقه، يعني مفيش حاجه كابيتال وسمول، مفيش حاجه كلها سمول، مفيش مره مكتوب الاركتكتشر مره مكتوبه اي ار سي ومره تانية مكتوبه اي ار سي اتش مره مكتوبه اركتكتشر كامل. ضروري جدا ان انت توحد الكلمات اللي انت بتكتبها علشان ما تضيعش فيها وقت في ان انت بتقعد تعمل لها فلتر لحاجه معينه. انا مثلا هنا لما جيت اعمل فلتر الاقي بلاش ده، اجي مثلا اعمل فلتر هنا الاقي كلهم مكتوبين نفس طريقه الكتابه، نفس الحروف، لو انا مختصره كاتبه الاختصارات، لو انا كاتبه الورد كامله فانا كاتبها كامله، تمام. طيب جينا دلوقتي لهنا، دلوقتي انا باجي هنا في هنا معادله بسيطه جدا في التاب هنا، في هنا في الداتا ايكون كده صغيره اسمها داتا فاليديشن، تمام. انا مثلا هنمسح دي الايقونه دي كده سهل عاديه اهي ما فيهاش اي حاجه، تمام. عاوزه دلوقتي هنا اعمل لها داتا فاليديشن، اقوم فاتحه هنا الايقونه الصغيره دي، هتقول لي انت ايه نوع الداتا اللي انت عاوزه تدخليها هنا، هل انت هتاخديها من ليست مثلا هي موجوده عندك، ولا ده ديت، ولا ده تايم، ولا ده ايه بالظبط، ولا ده ديت النهارده، ولا تايم النهارده، ولا ايه بالظبط الموجود. انا هقول مثلا ان انا محتاجه الداتا دي من ليست، اقوم مختاره ليست، هيديك هنا سورس، هيقول لك فين السورس اللي انت هتاخد، فين الليست اللي انت هتحطها في المكان ده. هتقوم فاتحها من هنا كده، تيجي على الكيز تقول مثلا هنا ايه، انا هنا عاوزه اخد الداتا دي من المكان مثلا بتاع الديسابلنس اللي هو ده، تمام. اقفلها كده وقايل له اوكي. هتيجي هنا هتلاقيه هنا فاتح لك الشورت ليست دي لكل الديسابلنس اللي انت كاتبها هناك. فده يعني ايه؟ ده ان حضرتك اي حاجه انت هتكتبها وهتكررها كتير حاول ان انت تعمل لها دروب ليست علشان يبقى سهل عليك تتعامل فيها، مش كل مره تكتبها بايدك، تمام. انا هنا عامله الديسيبلينز هنا كلها بشورت ليست كده، بدروب ليست زي دي، بحيث ان انا وانس ان انا وانا بملى البيانات بتاعه الريجستر بتاعتي خلاص انا كتبت دول بايدي. انا بالنسبه لي هنا حتى الريفيجن انا بعملها، لان ساعات في ايكونز في الريفيجنز لما بتيجي تكتبها في السيل ما بتكتبهاش 00 بتكتبها 0، لما بتيجي تطلع ريبورت يبقى شكلها وحش قوي، في حاجه مكتوبه 01، حاجه مكتوبه 1، حاجه مكتوبه 02، كلام من كده، دي بيبقى الفورماتنج بتاعها مش حلو، اللي بتدل ان الدوكيمنت كنترولر اللي شغال مش بروفيشنال، يعني مش واخد باله من التفاصيل الصغيره دي اللي هي ممكن تخلي حد، يعني البي ام مش هيهتم بحاجه زي كده،
بس في الاخر دي الامج ده ريبورت ده الامج بتاعتك وانت بتسلمه. تمام، هنيجي هنا على الديسيبلين ده، هتلاقيك انت هنا هتفتح الدروب ليست دي، هتلاقي كده محطوط كل الديسيبلينز اللي عندك. تمام، في حاجه تانية كمان، الاريا اوف ابلكيشن. انا ممكن ان انا اوزع الاريا بتاعت المشروع بتاعتي كلها هنا، اخدها كوبي بيست مثلا من التندر، من السبيكس، من اي حاجه، واكتب ان كل الاريا بتاعت البروجكت بتاعتي هنا. تمام، الاريا اوف ابلكيشن اكتبها كلها هنا، بحيث ان انا لما اجي اختار في اي سبميت عندي او في اي دوكيومنتس عندي، اختار من هنا الديسيبلين او الاريا اوف ابلكيشن من داتا من هنا من قدام. تمام، ادي هنا الداتا اهي، دي كل البلدنجز الموجوده عندي في المشروع مثلا. الريفرنس هنا مش هيبقى لها، هنا مش هيبقى لها حاجه تقدر توصل لها، بس في داتا تانية او ريجسترز تانية هنقدر ان احنا نعمل لها الريفرنس دي، نعمل لها برضو دروب ليست. نيجي هنا لفروم وتو، القائمتين دول ممكن تستعملهم نفس الدروب ليست، لان هم انت بتكتب كل الناس اللي موجوده عندك، كل البارتس اللي موجودين عندك في المشروع، هم بعد كده بيحددوها. انا هنا مثلا كده طالبه هنا مثلا فروم وتو، دي كده هنا كلاينت وكونسلتنت وكونتراكت اكس وكونتراكت واي والهيد اوفيس واي حد انت بتتعامل معاه من خارجيا من الشركه، ممكن تستلم منه حاجه او ممكن تسلمه حاجه. ده طبعا السبجكت مش هيبقى لك ريفرنس، لازم تكتبه بايد. نيجي هنا للاكشن ريكوايرد فروم، تقدر ان انت تكتب الكونتاكت ليست بتاعتك بتاعت كل الناس اللي انت بتتعامل معاهم داخليا جوه ده. هتلاقي هنا برضو كده اللي هي اكشن ريكوايرد فروم بي ام، بلانر، كوردينيتور، اركتكتشر انجينير، ستراكشر انجينير، تقدر تحدد اساميهم وتقدر تكتب التايتلز بتاعتهم. يستحسن انت تكتب التايتلز بس، مثلا لو انت عندك خمسه مثلا ستراكشر انجينير في ديبارتمنت واحده، فيستحسن انت تكتب التايتل بتاعهم، الحاجه دي انت سلمتها لمين، عشان تبقى انت عارف الكنترول الديستريبيوشن بتاعك، وتبقى عارف ان كل دوكيومنتس لما سلمتها استلمت لمين. تمام، ده كده الاكشن ريكوايرد فروم. التاريخ ده احنا قلنا ان التاريخ ده هو ايكويشن معمول، والستاتس برضو ايكويشن، دي برضو هتدخلها بايدك. الكومنتس مش هينفع ان انت تخليها دروب ليست، والدوكيمنت تايب دي برضو مش هينفع في الريجستر ده، مش هينفع ان احنا نخليها دروب ليست. تمام، وقلنا ده كده اللوكيشن، ده كده واضح بالنسبه لكم؟ تمام، ندخل على الريجستر اللي بعديه. طيب الماتيريال ابروفال تو سايت، او الماتيريال او ابروفال او سبميتال فور ابروفال اوف ماتيريال. طبعا احنا عندنا الريجستر من مكان لمكان بيختلف الداتا اللي احنا هندخله فيه. احنا هنا ده هيتفق في نفس الداتا اللي احنا خدناها في اللوج بتاع الريكوست فور انفورميشن. عندنا هنا الريكوست، الريسيفد ديت، الريفرنس نمبر، الريفيجن، الديسيبلين، الاريا اوف ابلكيشن. كل الداتا دي اوريدي موجوده في اي، اتفقنا ان هي موجوده في اي لوج احنا بنتعامل بيه. تمام، يبتدي الاختلاف من هنا. البي او كيو ريفرنس، احنا ليه هنا بنستعمل بي او كيو ريفرنس، ما قلناش ان هو ريفرنس عادي، ما قلناش ان ده ريفرنس عادي زي الريفرنس بتاع الار اف اي. تمام، دي حاجات خاصة ومدونة في العقد بالظبط كده. الحاجة دي البي او كيو ريفرنس، كل الماتيريالز اللي هم المفروض هيطلبوا، المقاول المفروض ان هو هيطلب عليها موافقة من الكونسلتنت، الحاجات دي المفروض ان هي مطلوبة في البيل اوف كوانتيتي اللي هو مسلمها مع اللي هو مستلمها مع السبيكس، فهو عنده ريفرنس ليها مش هيقدر ان هو يطلع عنها. طيب فرضا ان حصل مثلا تشينج ريكوست، وهو طلب ان التشينج ريكوست ده ان الايتيمز دي مش موجوده في البي او كيو، ساعتها هيكتب قدامها في البي او كيو ان ايه، او يكتب رقم التشينج ريكوست ده، او يكتب اي حاجه خاصه بالموضوع ده. بس بالذات الداتا دي بتبقى موجوده، الداتا بتاع الداتا بتاعت الماتيريال دي، البي او كيو ريفرنس ده حاجه لازم تبقى موجوده في الكفر ليتر او في الترانسميتل اللي بيسلمك بيها، اللي بيسلمك بيها الماتيريال سبميت. تمام، مهمة جدا ان هي تبقى موجودة فيه، مهمة جدا وانت بتعمل كوايت تشيك عليها ان انت تتأكد ان البي او كيو نمبر دي موجودة وصحيحة. تمام، ف
فهنا اول حاجه البي او كيو ريفرنس دي لازم تبقى موجوده عندك في البتاع في الداتا. فانت ممكن حضرتك تكتب كل البي او كيوز نمبر بتاعتك هنا في الشيت بتاعك بتاع الكيس ده، عشان سهل ان انت تاخده وانت بتدونه بعد كده، ان انت تاخده بالدروب ليست. تمام، نيجي بعد كده هنا قلنا فروم وتو دي عادي زي ما هي موجوده هناك، احنا بس ده هنلونه باللون الاحمر كده علشان هو ده اول اختلاف معانا. تمام، التايتل تمام، السبلاير، السبلاير ده برضو ما كانش موجود هناك في الريكوست فور انفورميشن. مهم وانا بعمل الماتيريال سبميتال ان انا ابقى كاتب السبلاير بتاعها، لان وارد ان تتشابه انواع الماتيريال او الالترناتيف بتاعت ماتيريالز معينه، بس السبلاير هيبقى مختلف، فانا ابقى عارف ان انا هحدد ان الماتيريال دي السبلاير بتاعها مين، فلازم احدد السبلاير واكتبه جنبها علشان يبقى سهل عليا اتراك الدوكيومنتس دي. تمام، بعد كده اكشن ريكوايرد فروم، قلنا ده برضو الشخص المسؤول عنها، وبعدين ده الستاتس والستاتس والابروفال ديت كده. تمام، هنا بقى بدانا يبقى في عندنا اكشن، في هنا اكشن بيبقى مطلوب للدوكيمنت دي. طيب، لا اما هو الماتيريال اللي سلمها للمقاول التريم اللي سلمها للكونسلتنت دي، لا اما هي ابروفد واخده ابروفد ايه، او ان هي ابروف از نوتد واخده بي، او ان هي ريفايز اند ريسبمت محتاجه تعديلات وان هي هتتسلم تاني، او ان هي سي ومش هتاخد، او ان هي ار سوري ومش هترجع تاني ودي مرفوضه تماما، او هي نوت ان هيز سكوب. فدي برضو من الحاجات المختلفه، بس في برضو هنا ايكويشنز ممكن تساعدك في ان هي تبقى لطيفه معاك في التعامل. تمام، انا ممكن هنا احدد الكونديشنال فورمات، يعني انا بالنسبه لي هنا مثلا ده كده هنا انا اديت لها برضو حطيتها في الدروب ليست بتاعت الكيز هنا A و B و C و D. طيب انا ممكن اعمل حاجه تانية تخلي شكل الريبورت بتاعي احلى او الريجستر بتاعي احلى، بان هي ان انا اخليهم لما باجي اكتبهم او ان انا لما باجي انزلهم هم نازلين متلونين. هنا مثلا انا هنا اديت للاي مثلا لون اخضر ان هو خلاص كده ان هو مش هيرجع تاني، السي مثلا لون اورنج، الدي مثلا لون احمر. تمام، عملت دي ازاي؟ في هنا حاجه اسمها كونديشنال فورماتنج. الكونديشنال فورماتنج ده بان انت بتختار الكولوم ده، تيجي من هنا بتقول له ان الهايلايت سيل ايكوال تو، وبتبتدي هنا بقى كده تكتب له ان لو انا عندي السيل دي فيها الداتا الفلانيه، وتكتب ان مثلا انا هنا ايه دي لو ايه، تكتبها كده زي ما انت هتكتبها، وتقول له الفورماتنج بتاعتها انت عاوز ايه، اعملها كاستم فورمات. بس دي اوريدي معمول لها فورمات قبل كده. طيب نختار واحدة تانية مش معمول لها فورمات. خلينا دي هنا لو هي مثلا نو اختار لها هنا كاستم فورمات. خلينا نجربها في حاجة مش معمول عليها أي إكسبريشنز. دكتور حضرتك بتتكلمي ولا حضرتك بتنفذي خطوات؟ ده أنا بنفذ خطوات حاليا. طيب تمام، عشان بس الناس فاكرة إن في شرح بس ما فيش صوت. ده أنا بنفذ خطوات، هما مش شايفين شيت إكسل؟
هما شايفين بس يعني كمان مفيش صوت، فهم فاكرين ان الصوت كده واقف. طيب تمام. طيب نتكلم هنا كده، هنجربها كده equal to ان مثلا. لو قلنا مثلا ان هنا ال conditional format اشتغلت هنا اهي تمام، فانا وانس ان انا هاجي اكتب هنا ان هلاقيها ادت لي اللون ده تمام. طب لو كتبت ايه مثلا conditional format هنا ممكن استعملها في الاكشن، الاكشن كود هنا مثلا لو انا كتبت ايه وكتبت سي ممكن اتعامل فيها تمام. نرجع تاني كده للماتيريال سبميتال هنا، ده الاكشن كود كده بالنسبه لي لو انا محتاج ان انا اعمل فلتر على اكشنز معينه هتبقى سهله عليا جدا ان انا اعملها. ده كده بالنسبه للكونديشنال فورمات. طيب نيجي بعد كده الماتيريال سبميتال، وانا بسلمها ممكن وارد ان يكون معاها سامبلز، فمحتاج ان انا اعرف هل الكفر ده وهو بيتسلم لي هل انا اتسلم معاه سامبل ولا لا. فمحتاجه هنا ان انا اعمل برضو دروب ليست تقول ان الحاجه دي معاها سامبل ولا لا. لو معاها سامبل اكتب هنا واي كده ابقى عارف ان الحاجه دي اتسلمت بسامبل. ومهم كمان ان انا اكتب number of samples بعد كده ان عدد السامبلز اللي انا سلمتها 3 4 6 ابقى عارف ان رقم السامبلز اللي هنا اللي سلمتهم هنا واللي ابروفد منهم قد ايه. طبعا الاثنين دول مفهومش مشاكل، فدول كده اللي هنا مختلفين عن الشيت اللي قبل كده. واضح كده؟ طيب بعد كده عندنا برضو look الماتيريال deliver to site، في عندنا برضو كام حاجة كده هي بالنسبة لنا مفهومش اختلاف. أول حاجة receive the date reference number submitter revision discipline area of application، كل دول احنا مشتركين معانا من الريجسترز اللي فاتت تمام. نبتدي بعد كده هنا material submitter reference. انا ليه هنا بستعمل الماتيريال سبميت ريفرنس في الماتيريال ديليفر تو سايت؟ ايوه ليه بستعمل الماتيريال ديليفر الماتيريال سبميت في الماتيريال ديليفر تو سايت؟ ليه هنا بتاكد ان انا بحطها هنا ليه؟ ان هي صح لازم تكون معتمده بالظبط كده، ان مهم جدا الماتيريال سبميتد تكون عندي معتمده ويكون هو كاتب لي الاعتماد في انه ريفيجن. فمهم جدا ان انا اطبقها بالقديمه ان هي لازم تكون نفس المواصفات ولو فيها عينات تكون نفس العينات، بس قصه العينات دي بيلونج تو الانجينير مش ليا انا، ماليش دعوه ان انا مش بنزل الموقع وماليش دعوه بتفاصيل الموقع. تطابق الاعتماد اللي انا بتاكد منه، فلازم هنا ابقى هنا مدونه في اللوج ده الماتيريال ديليفر تو سايت الماتيريال سبميتل انهي ماتيريال سبميتل اللي انا معتمده والريفيجن بتاعها ايه تمام. يا سلام بقى لو عملت هايبر لينك هنا بالماتيريال سبميتل المعتمده هتسهل عليا كتير جدا في وهتسهل على الناس لما بتيجي تسيرش في الدوكيمنتس دي ان هي تعرف توصل لها كده. ده برضو هنا دي الثلاث اختلافات عن اللوج اللي فات. بعد كده فروم وتيل دي خلاص بقت عاديه. السبميتل تايتلز بنيجي هنا الكوانتيتي واليونتس، مهم جدا ان انا الماتيريال ديليفر تو سايت ابقى محدده ايه الكوانتيتيز اللي دخلت لي، عدد الحاجه اللي داخله لي كام بوكس كام سيخ حديد كام كونتينر كام حاجه زي كده، واليونتس بتاعتها اللي معدوده قد ايه. كل الداتا دي بتبقى موجوده عندي في الكفر، يبقى سهل جدا ان انا احطها بس صعب جدا ان انا استرجعها من الكفرز، لان شوف انت بقى هتقعد تدور على كام كفر عشان تقعد تدور على الداتا دي او تعرف توصل لها، فسهل جدا ان انا احطها هنا. في بعد كده الاكشن ريكوايرد فروم الشخص المسؤول، بعد كده الداتا بتابروف ده امتى والسبميتل والستاتس بتاع الداتا والتايب والاكشن كود بتاعها، دول كده خلاص ايه خدناهم قبل كده. طيب الشوب دروينج
هي بالظبط نفس الداتا، الديت ريسيفد، الريسيفد ديت والريفرنس نمبر سبميت النمبر والديسابلين والاريا اوف ابلكيشن. نبتدي بعد كده هنا الشوب دروينج بيبقوا كاتبين لك الريفرنس بتاعت الديزاين دروينج اللي الشوب دروينج ده اتعمل عليه، تمام؟ فمهم جدا ان هو الريفرنس ده يبقى مكتوب لحضرتك هنا او حضرتك تبقى منزله هنا، عشان تبقى هو المهندس لما يجي يراجع عليها يبقى عارف هو هيريفير لانهي تندر دروينج في دول، تمام؟ فدي هنا اول حاجه مختلفه عن عن الريجسترز اللي فاتت. نيجي بعد كده نيجي هنا لفروم وتو، دي عاديه. الدروينج تايتل دي نفسها هي السبميتال او التايتل بتاع الدوكيومنتس، تمام؟ هيفرق معانا هنا ان الدروينج نمبر والريفيجن بتاع الدروينج ده هنا حاجه جديده. مهم جدا ان انا اريفير في الشوب دروينج لوج للدروينجز اللي هي موجوده معايا انسرت في الفايلز والريفيجنز بتاع الدروينج، لانه وارد ان يكون الريفيجن بتاع السبميتال مختلف عن الريفيجن بتاع الدروينج نفسها، تمام؟ مفهوم الحته دي؟ ان وارد ان يكون الريفيجن بتاع الدروينج اللي احنا بنستلمها مختلفه عن الريفيجن بتاع الترانسميتر اللي احنا استلمناه بيه، لان الترانسميتر ممكن يكون هو باعت في اول ترانسميتر 5 دروينج وبعد كده جاله ريفايزد على 3، فهو اشتغل على 2 وفي واحده في خلصها بعدين، فبالتالي الريفرنس الريفيجن ده مش شرط يكون زي نفس الريفيجن بتاع الكفر بتاعه. فهنا احنا بنخلي فيه ريفيجن تاني للدروينج عشان اقدر اتراك الدروينج، ما تراك مش عامل تراك للكفر بس. بعد كده هنا بالنسبه لنا الستاتس خلاص دي بقت معروفه، الاكشن كود واللوكيشن بتاع الدوكيومنتس او بتاع الهارد كوبي او السوفت كوبي. نيجي بعد كده للاي ار، الريكوست فور انسبكشن، نفس الداتا، ريسيفد ديت، سيكونس نمبر، الريفيجن، الديسيبلين، اريا اوف ابلكيشن. هنا بقى احنا حطينا الشوب درونج ريفرنس ليه؟ حد ركز في القصة دي، احنا ليه هنا حطينا الشوب درونج ريفرنس ما حطيناش التندر ريفرنس؟ عشان نعرف مكان الشغل بالظبط كده، بالظبط نفس قصة الماتيريال بتاعت الماتيريال ديليفر تو سايت علشان الاعتماد، عشان هو مهم جدا ان هو لما يجي يعتمد، لما يجي يشتغل على الاي ار لازم يكون شغال الاي ار ده على شوب دروينج معتمدة، فعشان انا استلم الاي ار ده ويكون مظبوط لازم يكون عندي ريفرنس لشوب دروينج معتمدة بالريفيجن بتاعها، تمام؟ فانا عندي هنا في الاي ار لازم يكون عندي الشوب دروينج والريفرنس عشان يقدر ان هو يستلم عليها. انا بوفر على الـ على الـ على الانجينير اللي شغال معايا ان هو يقعد يدور في دوكيومنتس او يدور على اعتمادات داتا هي اوريدي انا ممكن انا اعتمدها، ممكن انا ابص عليها ابقى متاكد لان انا استلمت قبل كده الشوب دروينج دي، فعشان ما اقعدش ادور في ده هو بيكتب لي في الكفر الريفرنس بتاع الشوب دروينج، بدخل بس اعتمد ان هي دي معتمده ولا مش معتمده، الريفيجن بتاعها مظبوط ولا لا. وبعد كده دروينج نمبر دي لو كانت موجوده او دروينج ريفرنس دي، لو دي يعني دي فردر ديتيلز لو حضرتك محتاج ان انت تعملها عشان تعرف اخر تعديل على انهي لوحه بالظبط. فروم وتو دي عاديه، ريكوست نمبر او اللي هو المفروض الريكوست تايتل سوري، وبعد كده الانسبكشن ريكوايرد، الاكشن ريكوايرد فروم مين، بعد كده الستاتس والحاجات دي كلها زي ما هي. الاسبلت ده اخر حاجه خلاص، اخر حاجه وهنقفل برضو نفس القصه، كل الحاجات دي ما فيهاش اي اختلاف، بس بنحط هنا الشوب درونج ريفرنس والريفيجن ريفرنس بتاعنا برضو علشان نفس القصه. برضو المهم جدا ان الداتا اللي انا بتعامل معاها في الاسبلت ان هي تكون طالعه على ابروفد شوب درونج مش على شوب درونج عاديه، يعني ما تكونش شوب درونج واخده ريفايزد وهم مطلعين عليها اسبلت، لازم تكون شوب درونج متوافق عليها من الاستشاري ومعتمده، فبالتالي انا ببتدي استلم على اساسها الاسبلت. فهنا بكتب بس الريفرنس بتاع الشوب دروينج والريفيجن بتاعها، وبقيه كل الداتا دي كلها نفس الداتا بتاعه الشوب دروينج، تمام؟ وضحت الجزئيه دي؟ وضحت الجزئيه بتاعه الريجستر؟ اهي يا جماعه واضحه؟ تمام. طيب
باقي عندنا assignment. احنا كده عملنا كل اللوبس بتاعت البروجكت عندنا، تمام؟ ناقص عندنا لوج واحد بس، اللي هو الكورسبوندنس لوج، اللي دايما عليه كل المشاكل، اللي بتبقى دايما فيه المشاكل التعقديه، اللي دايما فيه التاخيرات. الكورسبوندنس لوج مطلوب من حضراتكم، الاساينمنت بتاع الاسبوع ده مطلوب من حضراتكم لوج او ريجستر لوج للكورسبوندنس بتاعت بروجكت، فيها ان انا اقدر اتراك الستاتس بتاعت الكورسبوندنس، واقدر اتراك الريسبونسبل انجينير عنها او الريسبونسبل ديبارتمنت هو مين المسؤول عن الحاجه دي، وان انا اقدر اعمل اتراك لكل الكورسبوندنس اللي وصلتني واللي انا بعتها، اقدر ابعت عليها ريمايندر ولا لا. يعني انا عاوزه حاجتين، اتراك الدوكيمنتس واللترز اللي جات لي انا من بره، ابقى عارف مين الشخص المسؤول عنها، اتاخرت عنده قد ايه، وعاوزه برضو اتراك اللترز اللي انا بعتها من عندي وبعتها لحد ومحتاج ان انا ابعت عليها ريمايندرز، تمام؟ محتاجه لو زي اللوجات دي، فيها ايكويشنز، فيها نمبرنج سيستم، فيها دروب ليست، فيها ايه تاني، فيها كونديشنال كولرز، تمام؟ دي الريفرنسز اللي احنا استعملناها. لو حد عنده اي فردر انفورميشن يعني حابب يجيبها، طبعا يسعدني ان انا اجاوب على اسئلتكم لو في عندكم اي اسئله. يا جماعة حد عنده أي أسئلة؟ آخر حاجة في الأسايمنت كانت إيه؟ الأسايمنت مطلوب إن تعملوا لوج للكورسبوندنس شامل التراكنج internally ليا أنا في الشركة، وتراكنج outside لأي كورسبوندنس أنا بعتها بره الشركة. أستاذ يحيى اتفضل. ألو أيوه دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. كنت عايز استفسر على نقطتين. النقطه الاولانيه بالنسبه للعينات اللي بتتقدم للاستشاري، المقاول بيكون من حقه عينات ترجع يعني الحاجه اللي خدت ابروفد، لو متقدم مثلا 5 عينات المقاول بيرجع له حاجه من العينات دي ولا لا، ولا كلها بتكون عند الاستشاري؟ بص، هو اللي انا عارفاه او اللي انا اشتغلت فيه، ان المفروض ان هو بيبعت ال3 عينات ايدنتيكال زي بعض بالظبط، تمام؟ لكل سامبل هو هيبعت لك واحدة منهم بترجع للمقاول عشان يجيب زيها، واحدة بتفضل عند الاستشاري علشان يستلم بيها، واحدة بتروح للمالك علشان يتابع بيها الاستلامات الفاينل، تمام؟ تمام؟ تمام. فلو المقاول بيبعت مثلا 2 فهو كده استغنى عن حقه في ان هو ياخد العينة بتاعته، بس ما يقدرش يفرط في حق العينة بتاعت الاستشاري وبتاعت الكلاينت، تمام؟ انا ليه من حق؟ ماشي، هو الصوت عندك بيقطع. معلش بس الشبكه، يعني لو قدم عينه خاصه بيه من حقه ان هي ترجع له عينه زياده. ما هو ما زي ما بقول لحضرتك، هو المينيمم ان هما 3 عينات. لو هو نقص من ال3 عينات دول مثلا عينه، يبقى هو كده استغنى عن حقه هو، بس ما يقدرش يفرط في حق الاستشاري ولا المال. تمام. طيب النقطه الثانيه بالنسبه للوج الشوب دروينج، كنا قلنا في ديزاين دروينج ريفرنس، تمام؟ تمام. ده يعني بيكون ليها رقم معروف ارقام الشوب دروينج؟ هي بيبقى لها سيكونس نمبر، بتلاقيها مثلا 1.2 من 10، 2 3، حاجات من كده، بتبقى حاجات تبع العقد الكونتراكت بتاعها.
يعني الريفرنس ده ما بيفرقش معاك انت على قد ما بيفرق مع المهندس، بيع هو اللي بيعرف يوصل للدوكيمنتس دي فين بالظبط في التندر. تمام، دي تعتبر ضمن الـ الحاجات الديزاين، مظبوط؟ الديزاين اللي انت بتستلمه في اول المشروع بالظبط كده. تمام، تمام، ماشي يا فندم، تمام كده، شكرا. أستاذ أسامة صادق بيقول في حالة إني مش بستخدم معادلات، إيه الحل؟ والله هي المعادلات بتوفر على حضرتك كتير من الوقت، بس هي خلي بالك إن هي بتتقل شيتات الإكسل، ومع كتر الداتا أو الاستعمال لو المشروع حجمه كبير شوية أو هيقعد فترة طويلة لحد ما بتتقل الداتا دي، فإحنا بنعمل المعادلات علشان تسهل علينا، يعني أحسن ما تقعد تكتب بإيدك كل الكلام ده. أستاذ أحمد الشامي بيقول إن السامبل روم بتبقى مرجع لكل الناس، هي ما بتبقاش لكل الناس، هي بتبقى مرجع للاستشاري مش لكل الناس. أستاذ أحمد عبد الرحمن بيسأل ريفيجن اعتماد الماتيريال بيفرق معايا في إيه في دخول الماتيريال للموقع؟ ريفيجن اعتماد الماتيريال بيفرق معايا أنا إن الماتيريال دي أنهي واحدة فيهم أبروفد، لأن وارد إن أنت يبقى عندك مثلا 5 ريفيجنز هو معتمد منهم آخر واحدة أو معتمد منهم 2 بس هم أخرانيين، إنما الباقيين كلهم مش معتمدين. فهو بيحدد لك الريفيجن المعتمد علشان حضرتك تقدر تتعامل مع الريفيجن المعتمد فقط، ما تعتمدش ما تتعاملش مع كل الريفيجنز الثانيه. استاذ محمد مكي بيقول الافضل بالنسبه للكورسبوندنس انكمينج ومع اوت جوينج في شيت واحد. طبعا بيفضل كده، لان حضرتك لو حضرتك بتدور في اشي معين عاوز تعرف ايه اللاست ستاتس بتاعتها، اخر حد رد عليها فيها ايه، حضرتك بتعمل فلتر على السبجكت او ان انت بتبص على سبجكت معين، فهيبقى صعب عليك ان انت تتعامل في تو شيتس مع بعض، سهل جدا ان انت تتعامل في شيت واحد. اللوج بيضرب من كتر المعادلات، هو احنا عشان كده بنقول ان احنا بنعمل المعادلات لما تكون مضطر بس ان انت تعمل معادله، يعني معادله على بتاعه التايم دي او بتاعه الاوفر ديو مهمه جدا ان انت تتعامل بيها، ما ينفعش لوج من غيرها، او اللوج مش هيبقى له اي قيمه من غير ما تتعامل بالمعادله دي. بس ممكن بقى تقلل الحاجات التانية، تقلل الألوان مثلا، تقلل الدروب ليست، الكلام ده ممكن ما تحتاجوش، بس يعني هتحاول بقدر الإمكان إن أنت في معادلة أو اتنين لازم يتعملوا. أستاذ محمد سليم بيقول the require assignment format Excel، لأ هنبقى محتاجين إن هو يكون Excel علشان نشوف المعادلات، تمام؟ في سؤال تاني، معلش سؤال أستاذ إسلام مش واضح، ممكن أعرف حضرتك في اللوج شيت؟ لا مش معلش سؤالك مش واضح، معلش ممكن تكرره تاني؟ ممكن الأستاذ محمد عبد المنعم بيقول إن في الكلاود ممكن يكون موجود على كلاود على شير، ممكن يكون موجود فعلا على كلاود، يسهل عليك كتير وبتعرف الناس تعرف إن هي تتعامل فيه. الشيرد إحنا تملي بنحط الشيتات الإكسل بالذات لو فيها هايبر لينكس بنحطها في السيرفر على مكان شيرد لكل البروجكت، ومش بنغير مكانها، مش بنخلي حد ايديت عليها اصلا من غير الدوكيمنت كنترول، فهي المفروض تبقى موجود في شيرد مكانها على السيرفر. فا استاذ محمد عباس بيقول ما هي الكورسبوندنس؟ الكورسبوندنس هي كل المراسلات بتاعه المشروع، اللي هي اللترز، الايميلز، الفاكسات، فهي بتعتبر كل المراسلات بتاعه المشروع، فدي حاجه كده زي اللترز او الجوابات. التاسك ان حضرتك تعمل لوج واحد، ايوه التاسك ان انت تعمل لوج واحد، لوج بتاع المراسلات، تحدد فيه بتقدر تعمل كنترول ازاي، تعرف الاكشن عند مين، بتقدر تحدد الستاتس بتاع الدوكيومنتس ازاي، بتقدر تتراك الدوكيومنتس ازاي اذا كانت انترنال او اوترنال او اوتسايد. هل في داتا تساعد في حل الاساينمنت؟ الداتا اللي احنا خدناها هنا، بس انا مش هعمل شير سوري معلش مش هعمل شير لللوج اللي احنا عملناه ده النهارده، هعمله شير ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله بعد ما تكونوا خلصتوا الاساينمنت. جزانا واياكم ان شاء الله.
الاجتماعات بيكون ليها لوج، الاجتماعات مش بيبقى لها لوج منفصل، بس الاجتماعات بتتبعت بلاترز بعد ما بيخلص الاجتماع لكل الأطراف اللي حضروا الاجتماع. فحضرتك ممكن تعمل تايب للليتر ده وبتكتب عليه ان هو minutes of meeting مثلا، او ان هو MOM، علشان يبقى سهل على حضرتك ان انت تعمل تراك لل minutes of meeting دي. تمام؟ الليكتشر بتاع نمبر 5 هي اوريدي نزلت على الجروب ونزلت على الواتساب اي ثينك، فراجع راجع الداتا بتاعت المكتبه بتاعت الجروب. اخر ميعاد تسليم الاساينمنت امتى؟ يوم الجمعه الساعه 12 بالليل. ماشي يا جماعه، حاولوا تعملوا اساينمنت بدري شويه، هو الاساينمنت مش هياخد منكم اكتر من 10 دقائق، حاولوا تعملوه بدري علشان يبقى عندك وقت للتعديل، لان انا الناس اللي لما بتيجي تطلب مني تعديل قبليها بيوم مثلا او حاجه، انا ما بلحقش ان انا اخلص الكم ده الكبير ده في وقت قليل. فحاولوا ما تزنقونيش يعني، الله يكرمكم، حاولوا انتوا تعملوه من بدري، بس انت لو عندك لو في حاجه هتتعدل تقدر ان انت تعدله فيها. استاذ شاذلي بيسأل على لوج ال NCR، طبعا في لوج ال NCR، بس يعني انت المفروض انت مش بتتعامل فيه كتير، بس هو برده نفس الكونسبت لو حضرتك طبقته على كده. في حاجه كمان احنا ما اتكلمناش على اللوجات بتاعت السايت انستراكشن ان سي ار، لان هي نفس الكونسبت اللي احنا بنتكلم فيه. احنا اتكلمنا على المين سبميتنز اللي احنا بنتعامل فيها يوميا. توضيح الاساينمنت تاني يا جماعه، الاساينمنت مطلوب لوج او ريجستر لوج للمراسلات الموجوده في مشروع ان واوت، وبتقدر حضرتك توضح فيها الكنترول، انت ازاي بتقدر ان انت تكنترول التاسك دي مع مين، او البندنج ايتمز دي مع مين، وبتقدر ان حضرتك تعمل لها تراك اذا كانت بره ولا جوه، وبتقدر تحدد الحاجه دي بندنج او اوت ستاندنج بقى لها قد ايه. استاذ اسامه صادق اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور، يا رب حضرتك تكوني بخير. الحمد لله. انا بس كان عندي توضيح ويعني واستفسار بخصوص الاساينمنت اللي حضرتك طلبتيه. تمام. دلوقتي يا فندم انا يعني بشتغل از دوكيمنت كنترولر في شركه، الشركه دي از اونر لبروجكت معين. يعني انا تمام. مش بتعامل مع الكورسبوندنسز سواء الان او الاوت كاستشاري او كمقاول. فالموضوع بالنسبه لي كليترز ان واوت بيختلف شويه عن الاستشاري او المقاول، ده اللي انا فهمته وبشكل كبير جدا خصوصا في المحاضره دي. فده هيرفلكت على الاساينمنت اللي حضرتك طالباه، يعني هيبقى في يعني في حاجات كتيره مش هتكون موجوده، يعني مثلا الايكويشنز اللي حضرتك قلتيها انا كده كده اوريدي ما يعني بشكل كبير جدا ما بستخدمهاش. عمليه التراكنج لمثلا لان كومينج او اوت جوينج ليتر مثلا بتختلف عندي بشكل معين، بيبقى كله عن طريق مثلا الايميل، مفيش تايم فريم معين محطوط لكل تاسك او كل ريكوست بيطلبها مثلا اونر لاوتيل او بروجكت معين جوه البروجكت. تمام. دكتور حضرتك معايا؟ سامع حضرتك معايا؟ ايوه تمام. يا فندم معلش انا اسف. لا ولا يهمك اتفضل. فهو اوريدي الاساينمنت هو كده كده اوريدي عندي، انا كده كده شغال على اكسل شيت، واوريدي انا بعمل يعني زي داتا انتري وبعمل كل الاتريبيوتس اللي حضرتك قلتي عليها جوه الاكسل شيت ده، الديت والتايتل والديت اون دوكيمنت وراحت لمين ومين اللي ريسبونسبل عنها والكلام ده كله. بس حته الكويت تراكنج دي مش هتبقى موجوده. طب انا عندي بس سؤال صغير، هو حضرتك بتاخد معانا الكورس ليه؟ بمعنى ايه؟ بتحضر معانا الكورس ليه؟ لا. يعني لو حضرتك بتفكر ان انت مكمل في الشركه بتاعت حضرتك ومكمل فيها فور لايف تايم، ما بتفكرش في يوم من الايام انت تسيبها وتروح شركه ثانيه؟ اكيد طبعا. تمام، انت بتاخد معانا الكورس عشان في تالنت ثانيه حضرتك المفروض تتعلمها. تمام؟ اوكي. وفي سكيلز تانية احنا يعني انت مش شغال بيها، بس هي موجودة هي موجودة في الفيلد، بس حضرتك مش شغال بيها دلوقتي. يعني انا مثلا دلوقتي انا شغالة في مشروعي دلوقتي بي ام مثلا،
في حاجات تانية أنا ما بعملش الإيكويشنز اللي أنا بعملها مثلا في الماتيريال سبميتال والماتيريال ديليفر تو سايت والكلام ده كله، لأن ده مش السكوب بتاعي دلوقتي، بس ممكن يبقى كمان سنة أو سنتين ده السكوب بتاعي. هي دي البوينت، حضرتك بتاخد الكورس عشان تتعلم تالنت تانية أو سكيلز تانية هي مش عندك أو أنت مش بتستعملها دلوقتي. بس أنت الأسايمنت ده بيخليك تتأكد إن أنت تعرف تعمل القصة دي، مش لازم تتعامل بيها ديلي بيزس دلوقتي أنت شغال، بس ممكن تتعامل فيها بعدين. فاهمني؟ عشان كده احنا بندي بنطلب ان تكون التاسك والاساينمنت بالطريقه دي، عشان حضرتك يبقى عندك التالنت ويبقى عندك السكيلز الكافيه ان انت يبقى عندك سيلف كونفيدنس انت تقدر تعمل القصه دي في اي وقت من الاوقات. فلو حضرتك بتفكر انت تطبقها دلوقتي هي مش هتفيدك بحاجه، ومش هيفيدك اصلا الكورس كله في حاجه. هو الكورس هيفيدك في ان انت لما تكون رايح مكان تاني كمانجيريال ليفل مثلا او ككونست او كاستشاري مثلا في شركه تانية، فده اللي ساعتها هتقدر تطبق اللي انت بتاخده دلوقتي. فاهمني؟ اوكي. فيعني حضرتك حاول بس ان انت تعمل الايكويشنز دي حتى لو هي مش هتفيدك في شغلك دلوقتي، يعني زي مثلا البروسيس اللي احنا اخدناها الاسبوع اللي فات، هي مش هتفيدك في حاجه دلوقتي بس ممكن تفيدك قدام، بس ممكن تفيدك وانت بتعمل مثلا سيت اب لديبارتمنت في شركه تانية كبيره. اوكي فاهمني؟ اوكي تمام يا فندم، بالتوفيق. شكرا. العفو. شكرا. طيب يا جماعه اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه، اتمنى ان انتوا تبعتوا لي اسايمنت بدري. هحاول ان انا ابعت لكم سامبلز كده بسيطه للاسايمنت ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي، بس اتمنى ان هو يتبعت يعني بدري عن المره اللي فاتت. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.